السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. قبل كل شيء كل عام وانتم حيين بخير، ونعمل هذه الفيديو في أول سنة 2017 مواصلة للفيديوهات اللي نعمل فيهم في المقابلات الخاصة. واليوم باش نتكلم حول تونس، وعندنا ثلاثة معزومين في هذه الحلقة، هما طارق ونورة وزرزورة. طبعا احنا الهدف من المقابلات هذه هو تكسير ما يسمى بالاعلام الموجه. نعرفوا احنا الاعلام نتاعنا سواء في شمال افريقيا بصفه عامه، في المغرب والجزائر وتونس وليبيا، هو اعلام موجه، يعني يتم استدعاء شخصيات معينه ويفرضوا عليهم اجنده معينه باش يقولوا كلام معين، باش الشعب نتاعنا يبقى في الجهل والتخلف والانحطاط. احنا الهدف من المقابلات هذه هو اعطاء الكلمه من ليس له كلمه، سواء من الشخصيات المعروفه واللي تحب تعبر على افكارها بكل حريه وبالطريقه اللي تحب عليها هي، سواء شخصيات عامه عندها ما تقول وتحب تحكي بصوت عالي او تفكر بصوت عالي. لهذا احنا خلال هذه السنه 2017 باش نكثروا من المقابلات الخاصه مع شخصيات او اشخاص عاديين باش يعبروا وما يبقى حتى شيء في قلبهم، وباش المواطن الشمال الافريقي بصفه عامه يطلع على الاوضاع اللي تقع في بلاده، سواء السياسيه او الاجتماعيه او الثقافيه او غيرها. المهم يعني هذه هي الفكره، ان نخلق ما يسمى باعلان موازي حر، يكون الانسان سيد نفسه وكما نقولوا رب نفسه، يعبر بكل حريه بدون منع وبدون تحديد، وياخذ الكلمة إلى الآخر باش الناس تعرف شنو هو قاعد يفكر المواطن العادي أو الشخصيات المعروفة. المهم احنا اليوم عندنا هذه المقابلة باش نتكلموا حول وين ماشية يا تونس. احنا نعرف تونس اللي هي ماشية نحو الحضيض، معناتها يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة. اخترنا عدة مواضيع وباش نطرحوهم وباش نحاولوا نشوفوا في الآخر شنو هو الحلول الممكنة باش حل هذه المشاكل. ونبدأ مع طارق. أهلا وسهلا طارق. أهلا كريم، شنو حوالك؟ عامك مبروك. وأنت كذلك عامك مبروك. ونورة، فهمت اللي تعرفوها زادة. عسلامة كريم، كل عام وأنت حي بالخير، وإن شاء الله عام 2017 أون في أن تي بو أون بي. فوالا، جيسبيغ بيان. احنا باش نحاولوا معناتها نتكلموا حول الشأن التونسي، باش نطرقوا لعدة مواضيع معناتها في هذه الحلقة. من المواضيع اللي باش نطرقوا لها هي عودة الإرهابيين إلى تونس. نظن أن هذا الموضوع يعني عمل ياسر ضجيج في تونس، اللي هم المجاهدين أو الإرهابيين الإسلاميين اللي خرجوا بعد الثورة من تونس ومشوا سوريا ومشاو المناطق العراق ومنطقة هذيك الكل، فهمت، منطقة الشرق الأوسط، وهما معناتها تقريبا العدد نتاعهم من بين 3000 و7000 هذه على حسب الإحصائيات الرسمية اللي تم يعني إحصاهم. وهذوما الأشخاص بعد ما يسمى سقوط داعش وسقوط الحلف الإسلامي في الشرق الأوسط طلبت الحكومة التونسية عودتهم إلى تونس. نحب نعرف رأي طارق ورأي نورة في الموضوع. تفضل طارق. أوكي، سلام عليكم، شنو حوالكم؟ لاباس. نتمنى إن شاء الله عام جديد لاباس معنا على الناس كل. بالنسبة لي أنا، أنا باش ندخل ديريكت في الموضوع. عندي معناها نقاط متاع لوجيك، علاش ما نحبش الناس هذه ترجع. باش نتكلم لوجيك، ما باش نتكلم بالعاطفة. دونك سونس دون سونس، نحن التونسي العادي ما عندناش قدرة باش نأطروه، وما عندناش لي مويان. التونسي العادي راه مدعشش مسيب في الشارع حتى يسكر معاك برا، ودعوش صغير ومتخبي، فهمت؟ أنت كي باش تجيب مثلا تبدا دولة قوية
وتنجم تحكم في أمريكا قبل حتى شهادة جماعة غوانتانامو وشهادة جماعة طالبان كانت لهم أرض في كوبا كاريمو، كوبا اللي هي العدو التاريخي متاع أمريكا وفي ديل كاسترو، الكل تعرف تاريخ فهم. وصلت شريت قطعة من الأرض باش تطبق عليهم أقصى ما يمكن من العقوبة اللي هي مرفوضة في أمريكا في داخل التراب الأمريكي، لأن الناس هذه ما معهاش حل. أنت إمكانياتك العادية محدودة، أنت التونسي النورمال ما عندكش كيفاش باش تركبوا في كار، ما عندكش كيفاش باش توكلوا باش تصرفوا باش تجيب له داعش وتأطروا. نحن تو باش ندخل لك أنا في المثال الشعبي، تو في كل حمى في تونس ترقى إنسان مسكين مريض نفسانيا ونسميه مهبول الحمى. يندي المهبلة النورمال اللي عندك ما نجمش تعالجهم، وكل مرة يموت فيهم واحد تضربوا ترا يضربوا كار، فهمت كيفاش؟ هذوما المهبلة العاديين ما تنجمش توصل أثرهم، خلي بتجيب مهبلة مقتل جين. أنا بالنسبة لي أنا إنسان يشد إنسان آخر بسكينة ويذبحه، إنسان مهبول فاقد المدارك العقلية أنا يحاكم، بتجيب لي يا عمي توا 3 أو 4 آلاف واحد من نوع هذاك وديجا جري على يديه الدم. تعرفش معناه جري على يديه الدم؟ معناها الززار العلوش الأولاني يذبحه فيه صعيب، أما العاشر علوش يذبحه تولي عادية العملية. هذايا من بعد يجي يقصك أول ما تصير له مشكلة، ما يعملش كيف التونسي نورمال يمشي كعبل يعمل كعبة بيرة ولا يتريف جونتا ولا يتصرف، يولي الحل الوحيد اللي عنده يقتل الأولاني اللي يعرض، وهذه المشكلة الكبيرة الأولاني. والحاجة الأخرى اللي أنا ضدها كومبليتمون هو كون الإسلام السياسي اللي عنا في تونس يحب يأطرهم، يحب يحطهم في حكاية ويحب يعمل بهم مستقبل سياسي كوم كوا هو المتسامح وهو اللي باش ينجح في العملية اللي ما نجحش فيها الغرب. نو، أراو كان رجعوا باش تعطيه فرصة أخرى للإسلام السياسي، باش يولي الإسلام السياسي يتفزعك عليكم ويولي يقول وأنا نحن خير ما كما كان قبل هذا تحكي أنا خير نحن من أنصار الشريعة، وأنا نحن جرمنا أنصار الشريعة. فهمت معناها اللعبة باش تكبر على التونسي المواطن البسيط، هنا ربك المواطن العادي النورمال ما نلقاش معاه حل. تونسي كيف يسكر معايا في البار نصرف قبوني ويصرف قني بون الآخر يا خويا يذبح بالسكينة ويذبحك باسم الله. هذه مثلا من 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 معناها من العوامل ولا من الأسباب اللي أنا رافض عودتهم. ما عندناش يا أخويا ليهم لا جهد لا نفس لا فلوس. لو حومة خليهم في البرة ما يدخلوش. أي دي بش ما يدخلوش شنو معناه؟ يدخلوش يعني بش يمشي اسمعني. هي ما قبلتهم وهي ما قبلتهم الدول هذيك كريم تحمل دي الرب اللي خرج معن. أنت ينحيولك أنت كألماني ولا أمريكاني كي تدخل في عملية إرهابية ينحيولك الجنسية، وحتى أبوك أمريكاني مولود في أمريكا وينحيولك الباسبور يمشي هما نيكمهم هما يتحملوه في الدول اللي كانوا فيه ولا يذبحهم بشار الأسد ولا يدهم في الزبي ما يرجعوش لتونس. أنا ما عنيش ليهم جهد، أكيد ما عنيش ليهم جهد، والله لا عنا ليهم جهد. سمعني مش قول نحب نسمي روحي زرزور، سامي روحي زرزور تعلم زرزور. زرزور هذا ديما يعمل أكي نشاز معناتها المناقشات. التوينز هذوما يعني هما متأكدين هما توينز، فهمت؟ القانون تاع الأمم المتحدة يعني عنده ترقديش كتونسي ما عندك بيومش نبعثه تبعثه الكاميرا لازم نعمل تونس ما يرجعش ويمشي يمشي يا بنتي نحن كبشر انت احسبه سفاح ورهابي كبشر لحظة برك ما تجيش الحكاية لحظة قول بركة ومشي يمشي برك فهم بل اللي كانوا عادوا قوان دنامو لحظة توانسة اللي كانوا عنا يحرقوا مثلا لإيطاليا عاديين لو يحرقوا عاديين لإيطاليا شدهم السلطات الإيطالية وترشحهم لتونس طيحوا باسبور تونسي خاطر هم أغلبهم يمشيوا من غير باسبور يكذب يقول فلسطيني ويتعدى ولا لبناني وفي الدول من اللي فيها مشاكل يعديوا. أما التونسي اللي شدوه باسبور تونسي يعني نحكي لك هذه معناها 94 95 ل2000 بل ما نخرج أنا تشدوا سلطات تونسية ما رجعتوا السلطات الإيطالية مثلا ولا سلطات فرنسية
تعدي للرب أربع أيام في بوشوشة مش بحث. غادي من البحث. لا يبدأ إرهابي. لا تسيب لك اللي خرج جوس معناه فارق. أي ريزون معناه ماتريال إيكونوميك باش يعمل فلوس واحدة ذاك. قول على حل إدارة. قول على حل. لحظة مثلا ما فهمتش قول. تشدوا على ثلاثة أربع أيام. فهمتني؟ وثبت ماهوش إرهابي. سايب. في ثلاثة أربع أيام طبايتي أنا ريت ناس شخصيا ريت ناس كانت عايشة 8 سنين في فرانكفورت حارق عايش معناه 8 سنين في فرانكفورت أي ولا زهرون عايش في فرانكفورت 8 سنين أمور واضحة قال لي روحت نلقى روحي ندور مع جماعة في بوشوشة ونجري ونهرول وثلاثة أيام بيسيبون أما اللي ثبت عليه تهمة الإرهاب طبيب وربي وقتها بن علي كان يتصار أنا كان جاب بن علي تو موجود رجعوهم الإرهابيين أنا تو ما عندي ثقة في حد سياسي في تونس بن علي كان مخت كان سلطة كان دولة كان جاي بن علي موجود راجع دير ربهم خلي يتصرف معه تعرف كريم علاش طارق على شنو عنده حق يعني هذوما ناس بالرسمي يعني قشتارت يعني مرضى وفاء لكن يعني سامحني عندنا مرضى أكثر في الجزائر في الجزائر سامحني يا زرزور في الجزائر عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المجرمين اللي ذبحوا وقتلوا وقعدوا يعني في الجزائر ومعنتها واندمجوا ورجعوا معنتها ناس عاديين بدل اللي عندنا زاد إرهابيين في تونس عندنا إرهابيين في تونس وعندنا في ليبيا في ليبيا 30,000 تقريبا 30,000 في ليبيا شنو باش نعملوا لهم يعني هذوما يعتبروا توانسة يعني أنا شنو نفكر بمنطق فهمت اللي واحد عنده خمج في داره فهمت مش يرمي الخمج بتاعه في الدول الاخرى هذوما باش يشوهوا صورة تونس خمج بلادك ما عندك وين تهزوا ما عندك فين تهزوا انت تصلحوا كريم امان سمحني زرزور يحب يعاود يدخل بكري نتفرج في الوطنية طاهر بالخوجة يحكي بالضبط على الموضوع هذا نتاع اللي باش يرجعوا وين باش نهزوه طيب الخوشة كان تعرفه ولا قريت له كتب اكيد تعرفه بلده وكان تعرف منطقة متاعه بوليسي فرش واحد بوليسي تهرب بوب يعني معروف اما فما حاجات ديما كي تفرج انت كي وتبدأ تميز شنو بالرسمي ايش قال زوز قال زوز حاجات مسوني على الاخ قال حاجة الاولى قال الحدود متاعنا متاع ليبيا محلولة اك عليش يخرج ولادنا برش حدود تسكرت كومبليت ما مصر مسكرة معاش كون قال زاد مسكرين كان احنا محلول هاكا نجي نرجعوا فيها بالتجاره وكيك ولادنا يخرجوا بعد يمشوا لتركيا بلا 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 ما يهمنيش قال كي يرجعوا اهل هذم شنو نعملوا لهم احنا الحبوسات نتاعنا قال راهي تتحمل دو تيير اكثر من القدره نتاعها الحبوسات اللي عندنا يعني لازمنا نبنوا له حبوسات اخرين وش قال جابته ذيك عفاف يحيوي ولا شو اسمه وقال يلزمنا ان نعملوا لهم كمش عملوا لهم حبوسات خاصة تكلفة ودولة ودنيا ودرا شنو بلا بلا قال لك لازم نعملوا لهم الكلمينات اللي عملوها جدة في الأوروب في ساقه وكان خرج من الدار لازم يقعد إيزولي تو نتفرج فيها اليوم عند أختها تحكيه تفرج فيه ليزولي المينات هذيك وما يخرج جملة خاطر درجة وأي كلام أي إنسان البرة اختار على الآخر الحبوسات متاعنا ما تتحملش الاستخبارات متاعنا والدنيا ما تتحملش يا ترى بخو جاك اليوم يعني إيش رأيك أنت برسمي طب نعملوا له مينوت في ساق وخلوه في داره ولا نعملوا له حبس خاص ونصرف عليه زيادة والبيقراطية تونسية قوية على الآخر كما البيقراطية متاع برشة دول معناتها به نجيبوه ولادنا صحيح اما ولادنا اختار على الاخر مش ولادنا يا بنتي باهي الفرق قال لك مش ولادنا انا نقول لك راهم كانت وينزا لا خلاص اي وهذه قالها زاده قالوا كان سمعتوها نتاع شو اسمه رشد الغنوشي التم الحمكي انت نكرهها نكره الامثال الكل الحمكي انت مالوه كان ماليه يحطوا في الفريجيدارو قال لك الحمكي توا مازال كعملها في تراوين في وسط الجمهورية اي الحمكي انت مليك كان مالي رجعوه مين وما اختر اخوان يعني احنا تو عندنا هكايا عندنا مشكله طارق يقول لك لا جمله ما يرجعوش نبعثوه من الكاميرا ما يش لوجيك ما تجيش لا ما نبعثوه من الكاميرا كي يرجعوا شنو نعملوا فيه فين مشاو يقعدوا فاضل كريم سمح
المهم يعني هو معناتها خلاف كبير موجود على المسألة معناتها باهي بالنسبة ليانا يمكن رأيي يختلف على طارق. كما قلت يعني خطر الخطر نتاعهم لو احنا نشوفوا مثلا قضية كما قلت لك المشكلة اللي كانت في الجزائر اللي معناتها معروفة، عندك ما يسمى بالمجاهدين الأفغان، المجاهدين الأفغان نفس الشيء، فهمت؟ يعني كي تخليهم البرة، كي تخليهم البرة المجاهدين الأفغان نقصد العرب يعني اللي معناتها الأفغان العرب اللي جايين من الدول العربية اللي رجعوا نجموا يندمجوا، واللي ما رجعوش فهمت عملوا عمليات أخرى في بلايس أخرى ومعروفين معناتها شنو عملوا، مشاو للشيشان ومشاو للوقت البوسنة في يوغوسلافيا وكل شيء. يعني تركهم خارج تونس هو أخطر على تونس من إرجاعهم إلى تونس، هذه حاجة معناتها حاجة مهمة. وما تنساش اللي هما أول حاجة ما عندهمش الحس الوطني، هما نعرفوها ما عندهمش الحس الوطني، خاطر عندهم بيعة للخلافة الإسلامية وبيعة معناتها ولا غيره، يعني تونس بالنسبة لهم حتى شيء، معناتها ما يهمهمش الوطن، فأنت هذه معناتها مسألة جدا مهمة زادة. إذا معناتها عودتهم هو أنا بالنسبة لي الحل الوحيد مهما كانت التكاليف، لازم تحط التكاليف اللازمة حتى تطلب مساعدات من الدول الأخرى، فأنت عامل لهم جزيرة اللي موجودة بحب بنزرت ولا حاجة وحطهم فيها، فأنت وعامل لهم اندماج. بتنساش اللي يحطها في بالك هما ساعد ديجا اللي باش يرجعوا، اللي باش يختاروا يرجعوا لتونس هما الاشخاص اللي فدوا، اما اللي ما همش مازالوا يؤمنوا بالقضيه نتاعهم ما همش باش يفكروا يرجعوا. في بالك احنا نتكلموا على اللي باش يقبلوا يرجعوا او اللي باش تسلمهم السلطات السوريه الى تونس، هذم هما اللي نتكلموا عليهم. عكلمه المشاهدين الكل، كل عام وانتم حيين بألف خير، وتونس كيف كيف حياة الخير. رأي أنا كما رأي صديقي راس الغول ما يرجعوش، ولا بالنسبة لي أنا ما يرجعوش، على خاطر الناس هذم دمروا الإنسانية، يعني هما دمروها الإنسانية، دمروا الحضارة، يتموا صغيرات، سكلوا نساء، اغتصبوا، نحاو حرية البشرية، قد كل إنسان قتلوا له نفسه فيه، يعني معناتها اللي عملوه هما ما عملوا حتى حد، معناتها سي انورم انورم درجة العنف اللي شفتها ودرجة الشماتة اللي شفتها، ووقت اللي يحل فمه ويتكلم بالتونسي ما نعرفش كيفاش نقول لك، صدمة 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 كبيرة. اللي تونسي اللي هو انا، اللي هو انت، اللي هو امي بابا اخويا ولد حومتي ولد كلاسي، يعمل هكاكا ما نجمش نقبل، مخي ما يقبلهاش ما يرجعش. باهي، وشنو نعملوا بالارهابيين اللي موجودين في تونس اللي مثلا في جبل الشعام بيولي قتلوا وذبحوا زاد نفس الشيء، دوك ما زاد نطردهم في تونس؟ يتحاكموا محاكمة عسكرية. اي الكلهم مش يتحاكموا محاكمة عسكرية، انا قاعد انهم لازم يتحاكموا، اما انا نتكلم على العوده مش على المحاكمه. المحاكمه ما نختلفوش فيها الكل، انسان ارتكب جريمه يعاقب، فهمت؟ رغم اللي انا ضد فكره العقاب، يعني نؤمن بفكره الاندماج وال كيما نقولوا احنا الاصلاح التتبع النفسي، فهمت؟ علاجه. ولكن انا نتكلم فيك تو، عندنا احنا في تونس ارهابيين، في تونس عندنا ذبح وقتل، وعندنا في ليبيا عندنا 30,000 في ليبيا مش شويه كبيري، هذوما الكل شنو نعملوا لهم؟ يعني المحاكمه نتاعهم اللي ثبت عليه مش قتل، اللي ثبت عليه انه منتمي الى مجموعه ارهابيه يحاكم بالقانون التونسي، واللي ما ثبتش عليه يدخل لنا مغنميه. يا ولدي هما موجودين الارهابيين داخل تونس بحد ذاتها. اي على بالك طردوهم الكل، يعني باش نطردوا 10% من تونس. شوف اللي في داخل تونس ويتشد يتحاكم محاكمة عسكرية على خاطر هو قاعد يحارب ضد الدولة، ضد أمننا، ضد جيشنا، ضد أولادنا اللي يخدموا الصباح والليل باش احنا نرقدوا. امبوسيبل الناس هذم يدوروا معانا فرد كياس فرد ثنية، معناتها ساي نرفزتوا ولا ما عجبوش الحال يدور على الناس الكل. ما نش اون سيكوريتي، ما عندناش لي مويان، احنا يا ربيش الناس تلحق تاكل وتفطر فطور وعشاء نورمال.
فماش لي مويا كريم، انت تحكي في راب، في راب مانيش في غاب. انا اخف الضررين، خاطر انا مانيش ضد المحاكمه نتاعهم، هذوما اشخاص ارتكبوا جرائم ضد شعوب اخرى. اي بي اللي في البلاد وكان وصلوا شدوهم نقولوا ما تنجموش نطردوهم ويتحاكموا محاكمه عسكريه. انا بالنسبه لي نفس الشيء، حتى اللي خارج البلاد توانسه، لا خارج البلاد هز علم غير علم تونس، اولا هز علم يحارب غير علم تونس. تونس علاش اللي في تونس هازين علم تونس مو هازين علم الجهاد؟ زاد هذوكم زاد قلت لك يتحاكموا محاكمه عسكريه على خاطرهم حاربوا ضد الدوله، هانيش قلت لك. اما اللي حصلوا لبرا ما عادش يدخل، هو ديجا يقول لك ما فهميش تونس. هو كي تسمعوا يحكي، كان شفت كيف فيديو نتاع الارهابيين. انا نتكلم على اللي يحبوا يرجعوا، ما نتكلمش على اللي معناتها ما يحبوش يرجعوا. اللي ما يحبوش يرجعوا ما همش باش يرجعوا بطبيعتهم. انا بالنسبه لي انا ما يرجعش من اصله، يحب ولا ما يحبش ما يرجعش، ما يرجعش ما يرجعش احسن له ما يرجعش. باهي ان توكا معناتها هو الخلاف موجود، اما حطها في بالكم تكون ضد رجوعه. فهمت؟ القانون التونسي ما معناتها واضح في هذه المساله، وباش يرجع سواء كنت انت تحب ولا ما تحبش، راه باش يرجع باش يرجع. شو على البند في الدستور يتبدل، راه يعملوا وجود يعملوا ديجي. ماهوش باش يتبدل، ماهوش باش يتبدل نتاع دول، ماهوش تونسي القانون، ماهوش تونسي قانون دول فوالا، ماهوش تونسي القانون، يطبق على اي دوله. وين باش تهزهم؟ وين اللي يهز زبلته؟ ما فماش قانون دول اللي راه ماهوش هو يعني بالرسمي هيك قالت لك يعني راف. اما انت الارغيمون نتاعك اللي عجبني، ها اش بها تزاير الخمج اللي جرى في تزاير والدم اللي جرى في تزاير، ما ريناهش احنا ان شاء الله نراو. علاش ليه معناش ليه طاقه يعني؟ ايه مش بها تزاير، تزاير عندها الغاز عندها الهم بكل ما عندنا شيء. نحن ما عندنا شيء، نحن صغيره احنا ندخل، مش ندخل معنا شيء، معنا معنا شيء نعدي ربك معاه وبعثين 7000 داعش احنا ولا ما عندناش بصيف علينا باش يرجعوا هذوما يرجع زكم وبصيف علي. اسمعي لحظه، كنا نحكيوا راي كاينه بلادكم وحدكم، راهو تحكيوا كاينه القرار راجع، القرار ماهوش راجع الرئيس الحكومه، انا نحب راي 90% القرار ماهوش راجع رئيس الجمهوريه، مش لينا احنا كمواطنين عاديين. قانون دولي هذا، اي بيه 90% بالتوانسه ما همش موافقين اللي هما يرجعوا. 100% بالتوانسه ما همش موافقين اللي هما يرجعوا باش يرجعوا. ليش بوت؟ باهي كريم تو فما كلمه نحب نخرج من عندك، انت انت واحده قلتها اللي الناس هذه ما عندهاش معناها مفهوم الوطني، وذا سي فري 100%. غنوش يهود وكان تقوم دوله اسلاميه في السافانا في الاسكيمو في الامازون، راهو ما عاش تونسي يولي امازوني ويولي اسكيمو، لانهم هم يحبوا على دوله الله، يزرعوش العلم فوق القمر يبنيوا له دوله. مع الناس هذيه ما عندهاش راي ثقافه حسن البنا وثقافه الاخوانجيه الاولانيين، يقول لك الوطن حفنه من التراب المتعفن. معناها الناس هذه انت باش تجيبها، انت باش تعملها كوطني، اما هما باش يعاملوك كسبور للإسلام، كقنطرة، كبركي تنعطيه لك ب 14 لغة، باش يعاملوك كتنجيزة بالدرجة، تنجيزة باش يوصلوا بيك لله. هذه البروبليم. باهي سيدي، نقول أنا نكون كيفك أنت متفتحة قانون الدولي والتعاطي والحكاية واحد وما يلهم إلا توانسة. عندك بيجي ليهم، عندك انت ساعة بيجي بيستخدم 400,000 عاطل على العمل من حاملي الشهائد العليا في تونس اللي هي معترف بها في ألمانيا. أنا في ألمانيا راني مش كيما تزيري ولا المغربي ولا السوري، شهادتي ما نحتاجلهاش معادلة، شهادتي ندخل بها ناخذ ديريكت الاعتراف. عندك انت بيجي باش الناس هذه تشري لها جزيرة، انت تحكي لي على زامبرا وزامبرتا باش نحطوهم في هذاك الزوز حجرات اللي بحذا بنزارت غادي الفوق. كان اخويا عندك ليهم انفس مرحبا، ما فما حتى لازم يكون عندنا فيهم انفس، لازم تحطهم غاديك. ما نعرفش انا تطلب حتى مساعدة دولية على خاطر شفت الدول اللي هما الدول الكل
دور في يساعدوك 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 لا كريم كريم اختر على الاخر هذه شؤون داخليه كندخل عبيد من برا يساعدوكم بعد يكتبوا عليك دم قلبك دم قلبك كي يدخلوا في اي حاجه والعمره تعملها تونس الحمد لله يعني يساعدوك يكتبوا عليك دم قلبك شؤون داخليه ليه شؤون داخليه دخلت في سياده الدوله صحيح ما عادش عندك سياده بعد شو يقول لك تونسي نتاعك كسر عنا تونس ما تعملهاش كسر عنا يقول لك عمل عنا عمليه ارهابيه تونس ما تعملهاش بتبعتها بلوغ اخرى روح نايك انت وياه تصرف معاه هذا باش يقولوا لك راهو في الاخر انت راك فما جمعيات وفما معناها هما في بعض الجمعيات هي بركه الدوله ماهيش مؤهله للعمليه هذه خطرها جديده ما عندناش فلوس باش تقبل لا حتى بيقراطيا مش مؤهله باش تقبل عبيد راجعين وكثير رواح ورا عاد الحق باش تخاف هذه الناس جاري على يديها دم تقول لك انه خويا علاش تجيب لي فيه انا نحب نمشي لقدام ما عادش نخزن التالي شكون ولد حومتك جاي من غوانتانامو ورجع لداعش جاي جاري ورحمه بابا نعرفوه من احنا صغار تربيت معاها انا صغير معناها عباره خويا الكبير وصبيت معاها الدالة إيمانه قوي على الأخر صبيت معاها الدالة نتاعو بعد ما روح من غوانتانامو صبيت معاها دالته وجابوا ليد صغير يا حليلي راني نحكي لك نندب وجهي خلى الوليد ولا يشوف أي راجل يقول له بابا ومشي حارب في سوريا ومات ربك في العراق جاي لفرانكفورت مره ديسك دور الفاريس كريم نعرف ولا اشري كمبيوتر اخر ما تحكيليش يقصد قداش محطمين هالعباد هذوما عبد جاي من غوانتانامو كيفاش ينجم يرجع بعد اللي عاش سبع سنين حل مشروع انا في ايديولوجيه والله حل مشروع كريم يعني هما منتهيين كيفاش باش تنقذهم كيفاش باش تعمل لهم باش يرجعوا لحياتهم نورمال لو انت واحد سفاح ولا مهبول ولا واحد قتل ولا ترجعوا شويه الحياه باهي مريض انا مريض انا قتلت مريض انا قشت يعني دروجي يعني كيفاش ترجعني الحياه بعد اللي عشت هذاك كل كيفاش وين باش تهزني وين باش تمشي بيا وين عذاب والله يمكن العقل يقول يعني بالرسمي العقل يقول العباد هذوما لعمرهم مش براو ملي راهو المهم رتحون لا صعيب هو صعيب شي براوة ما أما أنا قلت عصف عملية الاندماج الجديد كيف يا كريم اللي يمسك أنا توينا معرجوح زرزور معرجوح أما أخويا شنو الحل لا خطر النهضة تطلب برجوحهم وتعمل لهم عفو أنا ضد هذا العفو أنا عفو هذا لكن يجريوا عليه يا ولدي شي قاودوا زين هم اللي هزوهم غادي ولا هم اللي هزوهم غادي خاطر ما حبوش يبيعوا رشد الغنوشي وما حبوش هو جاهم في الأول قال لهم وقت عمل معهم الاجتماع السري وكل شيء وقال لهم اقعدوا في تونس وتغلغلوا في الجيش وتغلغلوا في الشرطة وكل شيء يخي هم رفضوا وخرجوا وقتها هو حللهم البيبان باش يمشيوا لسوريا باش يمشيوا لليبيا وكل شيء هو والاخر الاخر هذاك حشيك شو اسمه علي العريض كلهم الجبال لا علي العريض كان داخليه وقتها خرج بالرسمي وقتها قاع الانفلات بالرسمي هو بالعاني خرجهم على خاطر كانوا يهدوا امن الغنوشي وامن النهضه خرجهم وتو يرجعهم فهمت خاطر النهضه ما كانش تخدم على الدوله قبل كان تخدم على الحزب وما زالت تو تخدم على الحزب يعني اللي يتحاكم نورمالمون النهضه اللي عملت الانفلات هذا شيء طبيعي هي النهضه هذيك اللي نقاش فيها التوانسه كان يحبوا فهمت لا المحاكمه والحاكمه نحكي يعني انا اي يعني انا بالنسبه لي يعني دكتاتور انا بالنسبه لي يا زردور الاخطر ليس عوده هؤلاء الاخطر هو النهضه اللي موجوده تو هي اخطر شيء على تونس النهضة بقيادة راشد الغنوشي قاعدة تخلق في إرهابيين جدد كل مرة كل يوم تخلق فيهم كل دقيقة هاي غير الأجيال اللي تربي فيهم مع الفقر اللي قاعد ينتشر توا في تونس الأولاد الصغار يحكيولي قالوا لي موحود يحكيولي قالوا لي الناس ما عادش تهز أولادها للروضة ولا يهزوهم الكتاب وشنو الكتاب الكل موجودين فيه غاديك حتى الروضات ولا الكتابات في تونس يعني حطها في بالك يا راس الغول دور انها تونس من هنا لعشر سنين اخرين باش يطلع لنا جيل من الارهابيين
يعني تونس ماشي ان شاء الله يزي يزي يزي. التوانسه ديما متمردين احنا كبلد يعني احنا الكوتيل البربر اللي فينا لا يعني امازيغ تقصد مش البربر احنا مانيش بربر امازيغ امازيغ شنو الفرق الفرق بربر بربر امازيغ 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 انسان حر بربر بربر يعني جاي من الهمج لا 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 البربار بربار والبربر بربر مش لا البربر متجي امازيغ لا لا البر البربار وبربر يعني مش مش احنا ما نطيعوش هذه الميزه فينا ضارب توينز تقول لك معاك نجي معاك ما تقول لي مشي ليك فهمت يعني فينا ميزه ما نطيعوش وهذا اللي بالشرب شرق تونس بالرسمي يعني كان جيت النهضه ولا جا برقيبه ولا جا نداء ولا جا كل لا لا وهذا اللي بالرسمي حتى الفقر وان شاء الله الفقر يعني ما هذا بالرسمي كان الفقر كان الصغار يجوعوا بتباعها بشي المهم الموضوع هذا معناته هو موضوع رغم النقاشات اللي فيه كبيره يعني من بين من هو مع عودتهم ومن هو ضد عودتهم ومع من يريد أن يطلق سراحهم ويعطيهم عفو ومن يريد أن يحاكمون محاكمة عسكرية أو غيرها. بالنسبة لي أنا شخصياً كما قلت لكم أنهم يرجعوا يتحاكموا محاكمة عسكرية لأنهم يعتبروا خطر على تونس وأنهم يتسجنوا كأي مجرم آخر كأنه عمل عملية في تونس. ننتقل للموضوع الثاني هو الإهمال التونسي. جبدنا على الموضوع هذا هو أن تونس أي حاجة تفسد فيها ما عادش تتصلح. حكينا على حكاية الإهمال اللي يوقع في تونس توا. تونس ما عاد فيها حتى شيء جديد. تونس من بعد الثورة ما زاد فيها حتى حماص معناتها جديد. الكياس اللي فيه حفرة تقعد تكبر 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 نورمال عادي. التران يتعدى ولا ما يتعداش جامي البارير يهبط كسره. كل يوم راجل ضربوا تران كرهبة ضربتها تران كار دخل فيها تران هذا الكل على خاطر ما فماش إشارات مرور تخدم. وصلنا حتى للباتو معناتها اللي يجيب مواطنينا من الخارج اللي هو باتو كارتاج وقف أونبان بألف معناتها مسافر من بعد ستة سويع من خروجه من مارسي ناس في باني وناس تبكي ضو مقصوص موتورات وقفت رغم اللي الكنترول تكنيك متاع مرسي قال لهم ما تخرجوش ما نعرفش علاش خرجوا معناتها باش وصلوا معناتها لتونس بسيدي وسيدك معناتها ونحمدوا معناتها كيفاش معناتها يقولوها ما مات حتى حد معناتها وما صارت ناش مصيبة تطلع في باتو باش تسافر فيه موكيت مقطعة موكيت منقوبة بالسواقر بيبان متاع الكابينين تخسرين الماكلة ما نحكي لكمش معناتها السيرفيس زيرو وحق البيئة معناتها أربع مرات قد قبل الثورة بلاش سيرفيس تمشي للطيارة طيارة أمبان تستنى ثمانية سوايع مازلت ما جاتش ما عندكش تعويض ما يعطيوك حتى شيء كل شعري معامين عليك مزيه هذا إهماء إهمال للمواطن، إهمال مع المنشآت الدولة شو آخر عنا من الإهمال؟ الكل بلاصات في تونس العاصمة يقولي كان جيري حقوية تو يتهدوا الكل يهبطوا حلق الويد سيسيليا التوى خايحة خام جهتيكا لبعوها لعملوا لها حد شيء لحسنوا لها منظرها وسط البلاد كلها خايحة صب طرف مطر برا عاد البلاد كلها تبلع علاش خاطر الزيجوات ما عادش يتنظفوا ما عادش يتجهروا لوحوا فيهم في كل شيء اللي يعمل مربى يلوح السيمان وكل شيء يطيشوا نورمال في وسط الرقارة وبعد يقول لك بلاد غرقت هنا زاد اللوم على المواطنة اللوم على المواطن اللي ولا مسخ وخامج خامج بصفة غريبة كل شيء يلوحوا في الشارع كان كليك سكروتي لوح تغط في الشارع كان راكب في كرهبة يطيش دبوس الماء في الشارع الفو ما يحترموش يهموش فيه هو أحمر وانت تقف يسبك السيد على خاطره مزروب يزمك تحرق الفو يزمك تدخل في السونس انتردي وتزيد تجري مع المترو فرد سكة انت وياه
باش تربح الوقت. معناتها المواطن زيدا مش عارف واجباته على بلاده، المواطن بيدو ساعات تحسه ما يحبش بلاده. تمشي باش تطلع مضمون تقولش عليه السيد اللي يطلع لك مضمون عامل عليك مزية، واللي هو حق من حقوقك، معناتها لازم يقول لك على السلامة، تفضل مدام، يجهز مضمونك. ليه؟ اللي تقول له انت على السلامة وعايش خويا بربي ويفضلك وما نعرفش شنو طلع لي مضمون، يتأسف. تمشي لأي إدارة في تونس تحل 8:30 تقعد تستنى 10 الجيشيات فارغة. مواطن تونسي ولا يحب يخدم ويحط شهرية، أما ما يخدمش فان كونت، يا جريدة يا كندي كراش يا ياكل البرة في صحفة البلادي في عقله. معناتها الإهمال من جميع ما، المواطن التونسي مهمل وماهوش خايف على بلاده، والدولة ما هيش قاعدة تصلح، ممكن ما عندهمش الإمكانيات، ممكن ما نعرفش. أما البلاد ماشية فيها ويا معناتها منا الأربع سنين يظهر تولي البلاد معناتها كلها سقاط أفار تولي، ولا هذا كان نحب نقوله. ميرسي. بالفعل معناتها كي نشوفوا احنا الفيضانات اللي توقع ساعات في تونس قولش علينا ما نعرفش، معناتها كأن في أدغار إفريقيا، فهمت؟ حتى السباب اللي تولي تجري بالطبع، والكياسات اللي معناتها الكاميونات اللي تطيح في الكياسات، ترخ الكياسات ولات وحالة حليلة، فهمت؟ هل تشوف معناتها هذا متعمد وإلا ما فهمش إمكانيات حسب رأيك؟ نشوفهم الزوز ساعات نقول متعمد على خاطر ما نظنش الوزراء وما نظنش المسؤولين لهالدرجة، معناتها ما همش عايشين في البلاد، ما همش قاعدين يشوفوا، ما همش قاعدين يلاحظوا، ما همش قاعدين معناتها هو بيدو، معناتها حتى هو بيدو كيهز، معناتها كرهبته يخرج، معناتها تلقاه يبعد هكي على كالحفرة كالهفوف اللي في الكياس وما يخممش كمسؤول باش غدوة يبعث خدامة ويصلحوه. هذه الراه أنا متعمد وإهمال، ومن ناحية أخرى الراه اللي بلادنا مديونة وما عندناش فلوس وما عندناش إمكانيات باش نزيد نقوموا بالإنفراستركتور، حتى الإنفراستركتور متاع البلاد باركة، ما عندنا حتى شيء يصلح في تونس، سورتو العاصمة، وما نحكيش على المناطق النائية اللي مساكن لا عندهم لا مكتب لا عندهم لا معتمدية لا مستوصف. المرأة تولد يهزوها 8 كيلومتر باش تخلط للسبيطار، وشوف تخلط شوف لكن القاطع هذه كاميون ولا كرهبة ولا بهيمة باش تهزها على خاطر ما فيش طريق. معناتها واحد قلبه واجعه على كالبلاد، قلبه واجعه الله غالب. أيوه، شو الهدف من وراء هذا الكل زعم حسب رأيك؟ الهدف شو قلت، معناتها منظومة عالمية، مونديالايزاسيون، يلزم يكون هكا، ما نعرفش، انا ما عادش فاهمين حتى شيء، ما عادش فاهمه انا بيرسونيل، ما عادش فاهمه شنو اللي قاعد صاير في البلاد، شكون اللي لاهي بالحاجه هذيك ولا مش بالحاجه هذيك، كثره الاسامي 50 ل 70 واحد في مجلس وما نعرفش شنو، ومعناتها كومبليكي. انا وليت بيرسونيل ما عادش فاهمه البوليتيك جمله، انا في تونس بعيده كل البعد، معناتها ممكن حتى المره ذيك باش نفوتي بلون على خاطر ما عادش نعرف شكون اللي قاعد يعمل في شنو، وشنو هذاك الشعب المسؤول على شنو، وهذاك اللي خرج في التيلي شنو اللي شكون، ما عادش فاهمه، فهمت؟ وليت لي كيما الشكشوكه وما عادش نجم حتى رأي نعطي صحيح غلط، ما عادش شكشوكه بالنسبه لي أنا. كل شيء ولا شكشوكه تجي نمبورت كوا ولا يعني. حسب لاحظنا ان معناتها بعد الثوره ان كل الاحزاب السياسيه سوى اليساريه سوى اليمينيه سوى النهضه الكلهم اتفقوا على حسب رأينا انهم الكلهم اتفقوا باش يخدموا مع بعضهم، غير باش يكونوا كيما نقولوا احنا قوه في البلاد، باش يستغلوا الشعب ويبهموا الشعب ويجهلوا الشعب وهما يقعدوا عايشين يعني يتفاهموا كيما قالها قنوشي في الاول، نتقاسموا الكعكه، فهمت؟ يعني خذوا تونس وقسموها بين بعضهم ويجا نعملوا احنا المعارضه وانا نخالفك وانت تخالفني وكل شيء، ولكن في الحقيقه الكلهم حتى واحد منهم ما هو وطني وحتى واحد منهم يفكر في مصلحة تونس. احنا شفنا النداء يتكلم وقتها والنهضة 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 عدو خطر على تونس، والناس الكل مشات تفوتي النداء، ووقتها وصل للنداء للسلطة واخذها السلطة حط يده في يد النهضة ولا يشاور الغنوشي في كل حاجة يحب يعملها.
وحتى اليسار بتاع حمل همامي نفس الشيء، وكلهم يلعبوا في لعبة واحدة. إذا أنت طارق شنو رأيك في الإهمال اللي قاعد يوقع في تونس سواء في جميع المجالات، رأو مش في المجال معناتها كما نقولوا احنا معناتها الكياسات وكل ما هو البنية التحتية، وإنما حتى في التعليم. في التعليم ما عادش فما حتى أهمية للتعليم في تونس. تفضل طارق. كريم، أنا حبيت نعطي مش نبدأ واقعين ونمشيو تير سور تير، معنا نبدأ نحكيو بالواقع. مش نعطي زوز أمثلة صحيحة. المواطن التايواني مثلا، لكن مش مواطن صيني، المواطن اللي جاي من هونغ كونغ مش مواطن صيني هو، لكن المواطن الصيني هذا في وقت من الأوقات فهم اللي مثلا تايوان وهونغ كونغ متاعه دولته بلاده، الدولة هذه تسمى دولة ميناء، معناها مدينة ميناء وخدم عليها وطورها. المشكلة اللي عنا نحن الوطني راهو مش موجود بركة، مش موجود بركة في السياسي ولا في رجل التعليم. المواطن التونسي عندي إحساسي اللي هو بالفطرة ما هوش وطني، راوي يتلفت ما يرى حد يشوف فيه، راوي يطيش هالبونتة في الشارع ويطيش زبلته قدام دار جاره وما يمشيش للخدمة. معناه هذه أشياء فطرية في المواطن التونسي. المواطن التونسي فماش كنترول في الكار أو يراسكي، ما عنده حد أقلقه، هو عنده 4 كراب. أنا لهناك بنحكيه على عملية الإهمال، هي عملية معناها متطورة وطويلة وما جاتكش بين البارح واليوم. أنا نتصوره حتى المواطن التونسي القرطاجي كان مهمل، وانت جيت لابس ناحة غارة، معناها المواطن مش نوصل نحكي على رؤوس السلطة اللي بتبيعتها الفرصة موجودة باش تسرق باش تعمل باش تتصرف، وزاد معناها بفضل الدين الكريم اللي عنا معناها بتاع الإسلام زدنا سرقنا أفون، هو دين مبني على غزوات وعلى سرقة، معناها زدت الحكاية طورت. فهمت سي بورسولا ما تستغربش كونك ما معناها مش بشتبه بنية تحتية، كونك التلميذ تعطيه شلبوك تخرج له خنانته مش باش تقريه. وفين توصل العملية تزيد تتطور؟ السياسيين توا اللي عنا اللي هما ميراث نتاع تاريخ كامل نتاع اهمال وتواكل. فهمت؟ انا ما عندك ياسات في عند راها موجودين وتو في سجنان عملتهم فرنسا دون لو طون بروفيزوار، عملتهم الروح بروفيزوار باش تعدي عليهم مدفع باش تحارب الجيش النازي، تو نستعملوا فيهم وهما عسك ياسات. ما بنيناش لحد الان كياس صحيح، كياس شارع محمد الخامس هدات هنا المغرب باش عملوا فيه احتفال تعدى منه فيلق ولا جيش ولا استعراض عسكري ولا اللي هو، والتو نستعملوا فيه عنده 50 سنة. انت تشوف طارق مازال عندك ولد ياكلوا الذيب ماشي للمكتب يا ولدي، ياكلوا الذيوب اليوم تو نتفرج في التلفزه بنيه في الاخبار تو قبل ما نحكي معاه نتفرج في التلفزه كلاوها كلاب البنيه الصغيره كان مجاش خوها ضرب بالحجر نتشوها مسكينه من فخذها ومن وجهها بنيه 6 سنين. انا نشوف من بنتي يقسم بالله قعدت شوكي بوش بي زرزو خواها ضربها خواها ضرب الكلاب بالحجر مش هربوا الكلاب هذوكم وما قتلوش البناي. انت تشوف طارق اللي السياسيين اللي في تونس سوى اليسار سوى اليمين سوى النهضة كلهم متفقين هكا مع بعضهم بشي اتفاق تاريخي، اتفاق تاريخي، اي سياسي متفق تاريخيا بشي نيكلك ربك، ما فماش حكاية اخرى، والمواطن اللي معاك شارك ناوي نحيلك ربك ما عندوش حكاية اخرى. اعطيه هو كيفاش يلقى فيك الفرصة. وديما ما اسمعني كريم، انا ساعات نتكلم اجريسيف وساعات، اما اسمعني الدمالة راهي ما تغطيش الفاس، الدمالة لازم نخرج من القيح ونحطه في الكول ونخيطه بالغرز باش يداوى. فهمتني؟ انا ما نجمش نقول لك
هذاك محلاه وطن، ما فما حتى وطن يريتو في تونس، صعيب لحد الآن إلا من رحم ربي وحده في كوان كيكا وطني على روح. أما وطني وناشط في مجال سياسي ولا مجال اقتصادي تريد كثير عطلو بي معنام المحل كي صعب على الأخ. بابا مشيت نطلع له توفى، مشيت نطلع له في حجة وفاة وقت أسيرونس بتاع عمي وحكاية ودرسنية وريتريات وواحد أكل الحيطة الاجتماعية والروايق ذاك. يا ولدي دخلت لداخل جيت خارج نرخاهم تعرف نرخاهم عاملين نرخاهم جايبين واحد يصلح في الباب في وسط الخدمة في طنبك الخدمة باش ما نقولش يا ودي في طنبك الخدمة. جيت خارج قال لي ما تنجمش تستنى شوية ما تراش فيا مش انقلب السلوم وانت تحب تاكل شو تطلق في الباب باب متاع الخروج والدخول لوزارة البيئة والحيطة الاجتماعية وزارة قلت البيئة وزارة الريتريات اللي يعطيه في ربها الريتريات. جيت خارج كش عليا قال جايب سلوم ويصلح في الباب قعدت نستنى فيه ساعة أخرى باش نجمت نخرج. هذي عباد هذي انت عندها صبات في اليوسة يا عم ما تفهم شيء والله العظيم. وقعدت الداخل نستنى في ربه باش يحل الباب بعد ما يصلح الكوبة ولا شنية جايب سلوم. هذا شنية مش مسألة اهمال، هذا انسان مع لبلوش بيك قولوا بالجزائرية حاجرك حجرة خايبة. اوكي هذه معناها وجه من وجوه الاهمال اللي في تونس. زرزور عندك رأي؟ يا عندي على الاخر. هاي تفضل. اول حاجه حبيت اقولها شنو ساعه برزمكم وقتاش اللي احنا تربينا نوزعوش الجبله في الشارع ولا نحترموا اشارات المرور ولا ما نسوقوش وانا سكاره ولا يعني هذه عندها علاقه لا باليوم لا بالبارح. يعني احنا ديما كمواطنين نكره الدوله ونعملوا ضدها، معناها هذه تقليد تونسي. ثاني حاجه نحب نقولها بالحق اللي هي اللي هي وانا اسمع انا اشوف كان جيت نحكي مع ناس اخرين كنت نحكي مع حاجه اخرى من توما ياسر ضد 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 انا نحب يعني نكون ضد لك شوي. الاداره التونسيه اداره عريقه جدا 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 معناتها دار الاداره التونسيه حسب رايي انا وحسب راي برشا ناس اخرين عم بركي خاطرني نحكي معكم انتوما اللي انتوما ضد هكاك نجي نحكي مع داخل ما نحكيش هكاك. الإدارة التونسية هي اللي أنقذ الدولة بعد الثورة، اللي أنقذ الدولة ما خلتهاش تمشي الحضيض. المواطن التونسي كيف كيفك الموظف الإداري إنسان مسكين ميك ما أنت لا يحترم لهذا 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 خلي مش يحترم خدمته ما يحترم شيء. أما رغم ذلك الإدارة عندها تقاليد وعندها رجنوع وهي اللي أنقذت تونس بالرسم. عندها تاريخ طبعا عملوه لتراك عملوه رسمي لتراك عملوا شو اسمه هو الاخر هذيك الاولاني اللي وقتها باخره يعني باخر الامريكانيه في عام 1800 واش الدور في تونس بحراسه تونسيه معناتها كان سنان الاحمر مش سنان اللي بعده اللي بعده لا لا اللي بعده مش مشكله مش يعني الإدارة فيها حاجة بهين أما منه وفيهم الهمال هذي التونسي فينا كلنا فينا الهمال التونسي ولكن يركب على الغنوشي كلنا فينا لا مركبش على الغنوشي يركب على الإدارة بشد الحكم هو وين كي نجي من المريض ونقول عبد يعني مثل وحش في الشارع بون سيجارو مثل وحش كيغد ولا حاجة يضحكوا معنا يعني الهمال فينا ومنا الإدارة كانت بالرسم يعني مع وقفت مع الدولة مش كملت الدولة دونك الحكاية فيها هكا وهكا إهمال عجبوني بعد الثورة ومواطنين الأيامات الأولى بعد الثورة كانوا حلوين كريم ومشيت الدولة والناس لوجت على الدستور وصارت غلطة حطوا الغنوشي ومن بعد فاقوا اللي هم ما لازمهمش حطوا الغنوشي حطوا المبصع معناها مشاو بالدستور القديم هذيك الدولة. انت في الثوره الناس خارجه تسرق وتفك وتعمل اما
التلفزه قاعده تمشي ما نعرفش ني ضوك ماك ترونسبور قاعد يمشي كل شيء كل شيء. شوف ليبيا ايش صار فيها انت ليبيا ما طاحت ليت خربه يعني فيها كلب ينبح هذا اللي قالته زرزور في الحكايه ذي عندها في الحق رغم ان نختلف معه فطريا خاطر ما عايش فهمت المهم المهم الاهمال كما قلت لك هي كلمه باهيه منا وفينا يعني ما فهمش التربيه نتاع معناتها التربيه من الشعب ما جانيش من السماء منا وفينا وما زلنا لحد الان مهمين انا ساعات نفيق بروحي في لان في المانيا نعمل عمين نقول يا هزح واحد 12 سنه لهنا وما زلنا نتربيش تفيق بروحك في خلال لحظه تفيق بروحك تصيح على صغيرك في صيحه غير عاديه تفيق بروحك ما نعرفش تعمل في عمله ماستر اللي هي فيك اني كتونسي أما نحاول نحن باش نحكيو فيها نحن شنو هو الحكايه الكل في النار باش نحاول نصلحوه اما شيراز عند الحق في حاجه يعني ولا انت كي سالتها في السؤال هذاك يعني شنو الهدف الهدف بطبيعه كان تحب تخلي شعب متخلف ما تربيهش يا واش تم تبيسها وقد ما تقعد تربيش شعبك قد ما يقعد شعبك منيك يعني ما عنده حتى عمل وقد ما تربي شعبك صينيين منيكين ما مش هما بو متربيين هاني اعطيت وانا مثال انت ولا ايه الاسيويين قول الاسيويين قول الاسيويين بلاد رشعتها بريطانيا رشعتها اسمها هونغ كونغ ولا تايوان لكن ما لقريسا فما الوطنية في المواطن قد ما تخلي شعبك يعني همجي قد ما تنجم تحكم فيه أكثر قد ما فوالا عملوها الدكتاتوريات ونحن تبعنا وحتى النداء وحتى النهضة وكل يستثمروا في الجهل في الجهل نتاع الناس العاديين ويستثمروا في الثقافة نتاع الناس المتعصبين اللي كيفنا مثلا اللي عنده رأي واحد أها البلاد هي هكا يا هكا أنا هذا رأي شانيتي ماكش عليك انت راك على روحي العبد اللي عنده راي واحد اسهل باش يضربه اسهل برشا من العبد اللي هكا لين وديمقراطي ويعرف اوكي سوبل فليكسيبل ما العصاي الكاوتشو ما تنجمش تكسره اما العصاي يابسه تكسرها ثقافه ثقافه ايه نقبل الاخر احنا في تونس نقبل الاخر يلا كريم انت المهم ننتقل للموضوع الثالث بعد الإهمال وبعد عودة الإرهابيين إلى تونس يعني نفس معناتها عودة الإرهابيين طبعا فما خلافات اللي معاه واللي ضد كما قلنا وبالنسبة للإهمال التونسي اللي يقول لك الدولة هي المسؤولة واللي يقول لك الشعب هو المسؤول نمشي للمسألة معناتها الموضوع هو أنيس العمري اللي عمل عملية برلين شنو رايك طارق في هذا معناتها الانسان اللي قام بالعمليه هذه فهمت وانت في المانيا وانت موجود في المانيا يعني شنو رد الفعل بتاع الناس الالمان شنو قالوا عليه اعطينا فكره شنو وقع في المانيا عندما ولاو يسمعوا اسم تونسي انا جامي باش عملت فيديو بوجهي ديرنيير مو عملت فيديو على الصفحه نتاعي بوجهي وحكيت على الحادثه هذه وريت وجهي انا مشكلتي راني ماهيش حاشم من شعب انا حاشم من امي وانا نحب كي نحكي نبدا كيف السيجاروي انا مش كعب بير على روحي والله حاشم من امي خاطر امي هي البلاد هي تاريخي كل شيء بالنسبه لي وما لقري ساعه عملت العمليه حتى انا بعثولك الفيديو تفرج فيه اوكي بالنسبة للسيدة ذاية أنا كما قلت قاعد نكتب في كتاب جديد اسمه رحلة توأمين حبيت نشوف كيفاش زوزة توأمين يتولدوا من فركش من نوم تونسي أبو تونسي وترباوا في نفس العائلة وعندهم نفس الكلام الكل يعني حلمك باش تحجج أمك تعاون أخواتك البنات اللي ما عرفوش باش يعرسوا وأخوك اللي مازال ما بناش باش طلع له ضالة والحكاية ذي كيفاش الزوز هذوما يسافروا لبرا واحد يمشي لإيطاليا ولا لألمانيا ولا فرنسا يخدم ويعرف ويبعث الدار والآخر يولي داعش صاحبي اقترح عليا قال لي خذ بني وليد لا قلت لا الآخر قال لي خذ زوج خليتهم بالعاني زوج توأم فرد كرش فرد وقت مولودين ونحب نفهم
كيفاش ولاي التونسي باللحية المحاشمة هذيك الناس يعلم دير ربها ربي كيفاش تحرق وتموت قبل ما تخلط القالية الخامجة، وهو يجي لبرلين ويشوف حدائق برلين ويشوف هالو دانكي شون وبيتي شون معناها عسلام ومرحبا بيك وتفضل، ومن بعد شي يعمل يشد شوفير بولوني يفك له كاميونته ويدخل في عباد تقضي في في في, في نوان معناها في مارشين تاعو كاينو مارشين في الحومه. اخي ما نقضيوش نحن في بريود نوال في تونس راس عام وامك تشري دجاج وخوك يشري كاتو ودرا شنيا وباش تلموا ويدخل في العباد هذي يقتلهم. حبيت نفهم دير ربو شنيا الاكثر الاقل حاب نفهم كيفاش الوطن هذا اللي هو حرب حوتة حرب بيرة وكعبة حوت وما يفوتش معناها تلموا في شكارة وتجموا في حرب معناها تلموا في قهوة معناها في الصين. حبيت نفهم كيفاش تتكون النفسية هذي وميمته انا كروح كعبة شامبوان لامي وطرف شوكولاتة احس روحي عملت انتصار وتفرح بيهم وميمتي تخلي ميمتك مشوية هكاك بالفصون هذيك والحاكم يشوفه وش تعملنا نحن التوانسة لهنا. وانا وليت ما نعوت بصباع في الوتيل متاعي وين نخدم ما عاش نحب اقول تونسي قبل كنت اقول تونسي. تعرفش عملوا في الجرائد الألمانية كاتبين شا سلام على واحد تونسي ما كتبيش توريست نكتبوا توريست تعادل عراقي لبناني سوري وعشنية. أما كاتبين رانا ياغت أوف أين تونيزيا يعني رانا ماشيين في شا سلام في عملية طنز الواحد تونسي. شو عملي هو السيد هذي أنا كبرسون في حذيتي ما ذرنيش برشا أما ذر فما التوانسة جاية أزيور فما التوانسة ما عندهمش حق في العمل ويخدموا هكا شوي ودبروا فلوس وفلوس. اروح بلف ومية تونسي صفا لاحت لهم الاوراق في الجريده موجودين انا الاحصائيه طلعتها الجريده التونسي تو انا كي مشيت لاخر مره بالشجاده اوراقي ما كانش يسالني سؤال هل انت مسلم سالتني قالت لي خينتي مسلم قالت لي قريت المدرسه القرانيه هذه أسئلة متاع راسيزم على الأخر ما كانش يسأل هو تسألت عليه أنت عليه معناه شنو معناه حطوك في, 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 في مشكلة وحطوا رواحهم وفاميلياتهم في مشكلة هكا التونسي هذا التونسي اللي عمل الثورة وخذ جائزة من السياد وجائزة السلام وريق وواحد وطفلة تغني وحفلة كاسس مع ذلك اللي تغني حرية ومدرى شنو وحتى تلقى تونسي يهم على بيت في مارشي الكاميون ليه؟ وكلك أباعوا أبو بكر البغدادي على السمع والطاعة خلق العبيد نعم دي الرب ودي الرب يعلمه دي الرب حرف حياته أباعوا أبو بكر البغدادي على السمع والطاعة ولقد أتاكم رسول فم ويكل ولقد أتاكم رسول الله بالذبح رب بالذبح رحمة للعالمين. الفيديو نتفرج في ولاية تونسي والباب تزيرها بحاجة موجه ويزبي ويتكلم كاكا كيفاش ما تشدنيش الحسرة والألم. هو توا هذوما زوز حفاية خلطين على معزة في الصحراء بشي علموني أنا الله اللي أنا كنت معروما تاجر فيه أعطيني إله متاع خصب نعطيني إله متاع فلاحة أعطيني إله متاع مطر نعطيني إله متاع بحار والمتاحف متاعنا مفلوقة بالآلهة معناها بالستاتيو بالحاجات الكونكريت كيفاش كنا نتبادل في الآلهة مع اليونان القديم ومع روما القديم ومع شعوب البحر المتوسط كي يجيو زوز حفاية من الصحراء يعلموني أنا الله يعلموا طفل ذاك الصغير الله باش يمشي يقتل العباد. هذا أنا رأيي في أنيس العمري وربي معاكم وخلي زرزورة تتكلم تكلم زرزور كريم تسمع فيه ولا لا نسمع فيك ونسمع فيك تغصور بشتحكي هذاك عليه وقول لك أحكي
هاي ما خاك تعرفني نتفرجع سامحني يلا قال لا انا نسمع فيها التصوير نسمع في التصوير نتاعها اي كان كان مزال شكون ايري لا لا يغيبني كيف ذاك يغيبني متفاهم اسمي برشا هيك هيك يا حكيت مع صحابي الالوان على الحكايه وسالتهم شنو رايهم جرايد كل مسموش يعني الارهابي اللي عمل كذا اسمه دي تونيزيا دي تونيزيا دي تونيزيا دي تونيزيا مش جريده يعني نيفولوز معناتها اقل جريده ولا عز جريده يعني من اللي يقراوها البهايم اللي يقراوها المثقفين كلهم يقولوا التونسي تونسي تونسي. حكيت مع صحابي الالمان وسالتهم معناتها ايش رايكم معناتنا في الحكايه وتناقشت معاهم قالوا لي يا اوكي هو من جاي من لامبادوزا اي جاي من لامبادوزا حارق حارق هو كان عنده علاقه بالاسلام قبل لا هنا جاي ومشى الجامع وتناكت يعني قالوا لي هكاك راهو من الاقحاب ربي يعمل مدينات يعني من الاقحاب ربي يعمل نونن يعني يعمل راهبات يا بالضبط من الاقحاب ربي يعمل راهبات يعني واحد كان حتى شيء وولي رهب خاطر ما عنده حتى حل واحد كان يولي رهب لا يولي رهب عندها يولي متيس خاطر هو هي كيكة هي حتى هنا بال يعني في الحضارة بتاع هم يقول لك يعني من قحبة تولي رهبة معنا وهم جماعة لامبادوزا صدقني كان نشوفهم هنا حالتهم لا دراج لا ويسكي شيء يسخف يعني إنسان سر ما عنده حتى باسم كتير بتبيع بشي ولا إرهابي ما عنده حتى حل يمشي لل أنا مشكلتي مش غاديك مشكلتي يعني مش غادي تو برشا إديزيونات جاو معانا احنا كنا جينا نقراو هنا جاو معانا باهي بطلوا كانوا في تونس يشربوا يتكيفوا في الزطلة وزي بطلوا وهنا ولاو يصليوا ومدينين أما معتدلين نورمال أما ولاو خون جاية برسك أما هذوما يعني اللي جيو من رعاع سامحني يعني يضيعوا على الاخر ما عندهم حتى حل حتى حل يعني من الوسخ نتاع المجتمع يمشيوا للجامع ويأطروهم سهلين اسهل برشا اوكي انا اللي قلقني براسي في المانيا اول واحد يكسر التابو نتاع ارهاب في المانيا هو واحد وهذه تغيظ على الاخر يعني المانيا كنشوف بوليسيه هنا لاعبينها يميمت هنا في تونس والله نحس روحي في تونس انا كي نهبط في المظاهره على فلسطين ولا اي حاجه نحس روحي في تونس انا هنا مش يضربوا مش يقطعوا مش نمشيو لاوسلاند بهارد اوراقنا نتاع الحاكم نتاع عند البوليسيه عند الاوسلاند بهارد يضرب على الكمبيوتر بركه سلطه الاجانب عندها سلطه نتاع تدخل على الكمبيوتر نتاع الشرطه يعني دوله بوليس بالحق دوله بوليس عايشين فيها رغم اما اللي حطهم الاول هو واحد تونسي وحطهم وين حطهم في سان بول في برلين في سان بول انا ما نصورش اللي داعش تكذب ديما احنا كنا مزاحي اما داعش يعني اللي ربي ايش اسمه تونسي كأنه هو معناتها بالرسمي هو التونسي بركة اللي نجح باش يقول آه حق احنا نكناها المانيا المشكلة تونس والمانيا عنده مشكلة أخرى قبل اللي هي لازول ولا الناس كل في المانيا اللي عندهم مشاكل تونس منك على الوزارة الخارجية هنا ووزارة الداخلية منك عليهم قولوا بي تنصح لك بعطلي انا ما اي واحد عندك ما حشكش بيه تحب تطرده من المانيا ابعثهولي صحح لك باهي هاي صححش لا تونس كيما دولتنا نعرفها كيما احنا تقوح لا ما نصححش اخر دقيقه تفصل وزير الخارجيه نتاع المانيا مشى لتونس وتعارك نكت الدنيا بل اشهر
علاش انا ديما ما نصدقش حكايه الارهاب الكل نحسهم مؤامرات ما هي تفكير عربي ما مشى يعني مشى وزير الخارجيه نتاعنا نتاع المانيا مشى لتونس قال يا بنتي شنو هذا قداش مره المغرب تصح على 10000 يرجع غير الغدوه تونس ما تصح على حتى واحد يرجع ايه نصحهمش رجعهم بي اوكي اما ما ترجعهمش توا تونس ولات مضطره ترجع ديريكت وهذه لعب خويا نتاع 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 بي ان دي نتاع مخابرات يعني علاش واحد ما عادش واحد يثق في السياسه سوى سياستنا سوى الخارج لا العمر واحد لازم يثق في السياسه غير هذه نظريه المؤامره اللي عند العرب مضطر فيها شويه اما زعما حاجه بين البنير كما حكينا ظروف بعد ما وزير الخارجيه مشى غاديكا اولاد جرى على المانيا واحد تونسي بالزهر القصد بي ان دي احنا نسميهم هنا مخابرات انا يعني ما اعرفش غريب غريب كما تجي بي في تجي بي في في روسيا على البي ان دي خدمه تصدق انت مخابرات يا كريم تمنه عندك ثقه في سياسه الدول بالمخابرات هذا باش نجيهم بعد باش نبدا على ذاك الناس ثم عبد يصدق مخابرات ما يصدقش واحد ما يصدق شيء ثم واحد يعطي امانه كامله لحقوق الانسان بالرسمي ويقول يعني هذه الحكايه وطفل مشى ومات في ايطاليا وهرب من فرنسا هذه نقول لك شنو لا مش نقول هو كذب لا تاريخ ما مش بالغلط اما الحكايه كلها مخابرات الحكايه كلها مخابرات مخابرات ولدي جاء من الطليان الحكايه كلها مخابرات خلى قتل في برلين ورجع عمل تعدى على فرنسا باش ما يرجعش ديريكت ايطاليا ومن بعد رجع ايطاليا كيفاش هرب من المانيا فرنسا هذيك غلط البي ان دي اللي قالها المخابرات الالمانيه وهذه ضربه للمخابرات ضربه تعرف معناتها كريمه يعني ما تجراش في المانيا جراش في الشارع مصور بكاميرا انت تشراش في الوالي حكيت كما كي اما اوكي نجم دجر هاي مشيش ترقد لا مانيش هيك نسمع فيكم باهي اعطينا رايك على الموضوع هذا باش ننتقلوا الموضوع الاخراني ومن بعد نختموا اللقاء رايي في موضوع انيس العمري ضربه اخرى لتونس كالعاده كما صارت لنا عمنا والفينيس اللي دخل زاد في لي جون اللي يتفرجوا في الفو دارتيفيس تونسي من ساكن صار نفس اللي قالوا عليه معناتها في ألمانيا الجرائد الكل لو تونيزيان معناتها قعدنا منعوا تيم الصباح قعدت الناس مدة شهر ولا شهر ونص وما يحكيوا معناتها على تونس كأول دولة مصدرة للإرهاب اللي كان معناتها تونسي بقيمته معناتها في الأوروب وعنا تبارك الله معناتها في اوروبا عنا دكاترة عنا دي جون بيان معناتها قارين ثقفين ولاد فرنسا المولودين لهنا ماهمش كلهم راكاي ممكن اقل نسبه في الراكاي في المغرب هي التويسرة برشا يقراو برشا يوصلوا معناتها تونس يقعد التونسي ديما عنده تونسي متميز تونسي عنده ثقافته وحده عنده كلامه وحده عنده جو وحده معناتها نحس في روحي معناتها كيفاش هذيك ولد بلادي ينجم يعمل الشيء هذايا وزيد يكر معناتها على ناس اخرين في كناتي يعلم ربي كيفاش حرقوا كيفاش مشاو يحب يكون يحب يعرس يحب يعمل مشروع في حياته رسيله مروح علاش على عمله ما عملهاش يعني ما حبيتش انا معناتها اولادنا اللي مشاو في التو... حتى فرنسا باش تاخذ نفس لي ديسيزيون حتى فرنسا بدات تلمها ماذا بها تروح بتويسة اللي لهنا اللي ما عندهمش اوراق يعني نفس الحكايه معناتها يعني ربي قداش خلص باش خرج باش حرق باش جي ولا معناتها حتى كنترول صارت كنترول في لافواتير بكري ما كانش يقول لك في كاميرات سوق ما يقولهاش اهبط من الكرهبه وقت اللي تمد له اوراق وطيرات انت من التونسيه ولا يقول لك اهبط من الكرهبه يعني هنا تحسها شويه رزينه معناتها يعني التونسي دردعت صورته في الخارج وهذه الكل معناتها بوش يقولوا جاي من الفقر جاي ما هو جاي من الفقر ايديولوجيا فما 70,000 فقير برا امشي لتونس شوف الفقراء اليوم يفطر وضع مسكين ما يفطرش عمره مقتل ذبانة اما هذه ايديولوجيا خامجة تا
توا عندنا 6 سنين بدات تحلت ما فهمتش اللي طلعت لنا حكايه هذايا الجهاد ما كناش نسمعوا به خنار جديد عمرنا ما كنا فاهمينه بالكل بالكل ناس جايه تفتي ناس جايه تتكلم معناتها هذايا الكل نرجع نقول ايديولوجيا فيروس فيروس ضرب الراجل الى بوغي وشاقت العباد فوالا وسانو غيست ان شوك انا تقعد لي شوك بالنسبه لتونس اللي احنا ولادنا وصلوا ولا يقتلوا العباد فوالا وبالنسبه معناتها باش تقولوا مؤامره ما مؤامره انا ما راهيش مؤامره المؤامره تتنفذ على البهي على اللي معناتها على اللي تبع شحوشه كيف هكاك وجاي يقتل العباد فوالا سي عندي اوكي شكرا لكم انتقلوا الموضوع الاخير قبل ما نعملوا الخاتمة هو ما هو اغتيال المهندس نتاع الطيران محمد الزواري اللي قالوا اتهموا فيه إسرائيل والمخابرات الإسرائيلية هذا يا محمد الزواري اللي اغتالوه في صفاقس وردوه شهيد والدنيا تقلبت في تونس ونسينا الفقر ونسينا الجوع ونسينا البطالة ونسينا الميزيريا ونسينا كل شيء ومشينا نجراو على واحد ما نعرفوله لا أصل لا مفصل لا نعرفوه شكون قالوا مهندس طيران عمري ما سمعت به ما هوش إيكال شهيد على شنو ما نعرفش علاش مات بضرب تونس في يده كان يدافع على تونس أمني خرج احتلال من بلادنا دافع على ضرب بلادنا فلسطين أنا ما تهمنيش مش مشكلتي ليه انا حليت عيني في الدنيا فلسطين سيدي مش مشكلتي سيدي وكل لي جيعانيه في البلاد قري لي الوليدات اللي ما عندهمش باش يقراو ما عندهمش مكتب حدا دار اللي يمشي 10 كيلومتر نمشيو نشوفوا العباد الكبار المسنين الملوحين مساكن خاطر ما عندهم حد في الدنيا يتلهى بيهم تلقى عمره 80 سنه يطلب طاسه في يده شكون يعطيه قد ما خبز بالشكل يمشي ملوح في الشارع نمشيو للوليدات الملوحين في الشارع يطلبوا زادة في الكياسات ما عندهم حتى حد عملوا جزء إنساني كلهم أولادكم شنو فلسطين عايشين خير منا عندهم الإعانات وعندهم السبونسيون وعندهم السلعة تجيهم من أوروبا ويأكلوا في الروس بلاش ويأكلوا كل شيء بلاش فلسطين إسرائيل جو موفو في إسرائيل وجو موفو في فلسطين أمورهم خارجين مئات الآلاف متلمين لي في صفاقس يا قسام يا ما نعرفش شنو أنا قسام وأنا سماك في إسرائيل بوطة واحدة تمحيكم الكل على بعضكم علاش نفشل مهكية؟ علاش العروبة وكرارزهم تتعبى معناتها كان بالعياط وبالسياح أما على بلاد وكرارزوا يفشلوا ما عادش تلقى في حد شيء أنا ما فهمتش أنا من ناحيتي أنا الشخص هذا المات ما عرفوش مات يا خويا يروبوزون بي أنا بالنسبة لنا له مناضل وما تهمنيش فلسطين في حد شيء وأنا كونسنتري على بلادي حب بلادي تولي لاباس نحب البطاله اللي متخرجين هكا بدبلوماتهم يمشوا يخدموا على رواحهم نحب لهم ميمات الكل فرحانين اللي اللي تعبوا شقاو ربوا اولادهم مستقبل اولادهم مضمون نحبوا عنا تطور في بلادنا مازلنا اريري مازالت الغمم نتاعنا مسدوده ومازالت الانترنت يقول لك 3 جي وما فيهاش حتى ان جي فما مناطق عنا ما فيهمش ضوء وماء لا تليفون ما فيهم حتى ابسط حاجه كياس ما عندهمش ربي يحب الهوا بدون ما كان يحبوا يعملوا لنا زي فلسطين جناريانا فوتر وميرسي انت حسب رايك الموساد اللي قتلته لا موساد العامه الموساد ما عندها ما تعمل فرغت عليها ماشي المحامي شكون قلت لك نكره انا السيد شكون عم ما تسمع عندنا مشكله راه واحد نحبوا نعملوا له يدين وساقين وردوه بوب ستار وردوه بوب ستار هذيك احنا في تونس نحن فور فيها راه سيتو انا بالنسبه لي انا التمويه ومعناتها يبدوا في وجهه الراي العام على خاطر فما رجوع الارهابيين وفما زاد سمعت قالك المهاجرين ولا شنو اللي زي نجريت شي لهم لنا ويحطوهم لنا شي لبيله قالك في البلاد اللي احنا ناقصين ديجا هاو اللي بيع عاملين فينا شاطح باطح نحن وصينا البنيات اللي يحبوا يقحبوا قلنا ما تطلعوش ل 6 ميتاج نيكو اللوطه خذوا فلوسكم مسبق هاو طلعوا باللي بيستوليت هاكا ضربها بيستولي في مخها في سهريه وتعدى تلهولنا بالاوضاع هذه بالبروستيتيوسيون بالبنيات اللي بايع على ارواحها اللي بيع اللي ولا يبيعوا يشريوا في بلادنا ومالكين معانا ويجبدوا علينا السلاح في بلادنا تلهولنا بالحكايه هذوما فلا
اوكي رغم الليبيه مساله الليبيه مساله حساسه فهمت اي مساله حساسه في بالي مساله حتى ما نجموش نتهموا شعب كامل فهمت لا مش شعب كامل لا حشاهم لا حشاهم ماهمش لا انا ما قلت الشعب كامل فما الليبيه جاوا لتونس ماهمش محترمين تونس وفما الليبيه جاوا لتونس محترمين برشا ويقريوا في أولادهم في أعز المكاتب ومحترمين أنفسهم ومتثقفين وعايشين ومندمجين معنا كما الأخوات. أنا مانيش نعمم، ممكن عندي ديفو ما نعرفش نعبر بالهداية ونعتذر للشعب الليبي كان فهمني بالغالب كان يسمعوا فينا، لكن فما الليبية جات ماهيش محترمة القانون، يحسنوا في تونس غابة وأقلية، معناتها في كل سهرية في كل رأس عام في كل مشكلة ديما نفس الحكاية ونفس العنف. هذا أنا مانيش موافق عليه، نحب أي إنسان يجي لبلادنا مرحبا بيه، أما يحترمنا ويحترم القانون ويحترم بناتنا، إنسانة هما الباز نتاع تونس. فوالا، ميرسي. وفما زاد إنسانة ماهوش محترمين. أقلية ممكن ما تمثلنيش كتونسية. على خاطر أقلية وما تمثلنيش كتونسية، خاطر التونسية الحرة اللي إحنا أغلبية ما نعرفوش الشيء هذايا. التونسية تخرج الأربعة تاع الصباح تخدم حتى في المعمل، كي تخرج الصباح مع الأربعة تلقى محطات الكيران معبين بالنساء، فهمت؟ معبين بالنساء اللي تمشي تخدم في الفلاحة، اللي تخدم في المعمل، حتى النساء الكبار تلقاهم في الكماين راكبين وماشيين يخدموا على رواحهم مسكينة نهارها ب 5000 فرنك. أعز امرأة هي المرأة التونسية، أما 2% ولا 3% الركاي هذوما عمرهم ما كانوا يمثلوا المرأة التونسية. المرأة التونسية حرة. مرأة تونسية راجل ومرأة، ما هيش مرأة وحدها، أمي وأمك وأمنا أماتنا الكل نعرفوا كيفاش ربيونا وكيفاش وقفوا معانا وكيفاش عطاونا تربية، شجعونا على القراية، شجعونا على الحرية، شجعونا على احترام الآخر، شجعونا على الإنسانية. أنا عمري ما أمي نهار قالت لي امشي فك هذيك ولا اسرق هذيك ولا امشي أخرج عريانة في الشارع، لا، علمتني نخرج باحترام ونكلم اصحابي بكوره باحترام ونمشي معاهم ونخرج معاهم ونسهر معاهم ونقعد معاهم. عمري توا ما نتشكى من راجل تونسي عمل معايا العيب لحد الان، حتى راجل تونسي انا ما عمل معايا العيب، من زملائي في الليسي، من زملائي في الجامعه، من زملائي بعد كي كبرت التونسي كيما نعرفوا سورتو جينيراسيون تاعي نضاف مع بعضنا في جونا في ضحكنا في لعبتنا، بالعكس نحس انا مع ولد بلادي معناتها بامان، معناتها ما عندي حتى قلق، بالعكس الراجل التونسي حنين والراجل التونسي رجولي ويعطي ما عنده، عمره ما كان الراجل التونسي خامش، ونرفض هالفكره هذه رفضا قاطعا. بالنسبه لي انا الراجل التونسي تاج على راسي، عامل اقليه المسخه، والراجل التونسي تنجم تقول راهو بطال وجناحه مكسر، غلطه السيستم. السيستم اللي قوى شويه بنيات اللي يمشيو يخدموا بفخاذهم قواهم شويه على الرجال اللي قاعده بطاله، البريفير ياخذ وحده بفخاذها على خاطر باش يعمل معاها جو ويخلي انسان راجل طوله كله بشهاده وما يدخلش يخدم. السيستم اللي خلى الشيء يصير هكا، والسيستم هو اللي شجع الدعاره هذه. المهم هذا موضوع بتاع المراه والرجل موضوع طويل فهمت. شنو رايك انت يا طارق في مساله مقتل مهندس طيران محمد الزويري؟ ذاك المهندس فرخ تاجر نتاع سلاح يا كريم. تاجر نتاع سلاح وعمل مشكله مع عصابه ما خلص ولا درش عمل، جاو قتلوه صدقني لا على الاقل جاو دخلوا. وعلاش اتهموا؟ علاش خرجوا الدعايه باتهام الموساد؟ شنو هو السبب حسب رايك؟ هي ما هو نهضاوي وهما حابوا يركبوا على حداث كوم كوا النهضة عندها مشكلة مع إسرائيل صعيبة برشا، وعملنا شهيد آخر كما اللي عملناه قبل في برج السدرية وبير البيت. أما هو في الأخر فرخني بون تاجر متاع سلاح يعطي في العصابات الإرهابية يعطي فيهم في سلاح باش يضربوا غاديكا، وقتلوا فلسطينيين أكثر من قتل الهود. أنا تحب تحكي هكا بالفلاقي؟ سلاح مضروب يبيع لهم فيه، ووليدات ماتت وناس ماتت. تاجر سلاح لا يحترم في اي بلاصه في العالم، تاجر سلاح هو تاجر موت، سواء تكون عالم
والا ولا ولا اللي تحب عليه انت. اما انت في الاخر تطلع طاب تاجر سلاح والنهضه ما ولاو يتخرمدوا كما القحاب حاشا من يسمع. حتى في الدفينة نتاعو مشاو له حارة وحارتين مشاو له عباد فهمت. وحبوا يردوا لنا قضية وطنية. أما هو كان جاب الرسمي قضية وطنية النهضة تهبط في الدنيا وما تقعدهاش. فما الناس ما سمعتش بيه راهو هما ما نجموش يتحركوا فهمت. كان جاب الرسمي قضية وطنية راهو تحركوا. وكمكو أنا عجبتني شيرازي في الكلام اللي قالته. فلسطين تربينا من جرتها على الهزيمة وعلى البكام اللي عمري 4 سنين نشوف في أم فلسطينية تبكي ونشوف في ولاية فلسطيني مقتول. تربينا على الهزيمة وتربينا على الحروب التي لا تنتمي إلينا. أنا عجبتني تو اللي قالته المرأة التونسية الحرة قالت حتى منع بلادي. انا اول ما جيت لالمانيا لهنا طرحوه عليا سؤال المانيا قال لي شنو دخل دير ربك في فلسطين وش بيك متعاطف معاه وشني مشكلتك. اصدقائي لهنا جيراني يسكنوا بحذايا. انا مزيغي عندي 4000 سنه شبيني متعاطف مع استعمار استعمرني انا واستعمر فلسطين وردني شعب اخر غاتي. يعني كلها زوبعه في فنجان حسب رايك اكثر زرزور عندك راي مخالف. زرزور عندك راي مخالف قال على الاخر كريم خوي مو ديما مستعده انت على الاخر الخير اخوي. شوف في الكومار شوف يعني. شهيد كلمه ممتد للاخر ولا عالميا معناتها لا شهيد لازم ما عندوش علاقه. اما فلسطين تحكيوا عليها اليوم كيل انا رضعت كيفكم كل في الحليب الحقد الفلسطين ولا عمري فهمتوا شنو تربي بيوت ولا تبي كيف ما تربينا الكل. اما راي فلسطين مش قضيه العربيه الاسلاميه لازم راي قضيه انسانيه. راكيني تحكي على مانديلا في جنوب افريقيا راهو راهي الحكايه واحده اخرى. الحكايه دوله تعملت عام 48 استعمرت دوله. خلينا نحكيو ديريك شنو هي الحكايه الفلسطينيه احنا ربينا عليها ظلم فيها ويعني وفيها ابتذال وفيها شهيد 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 زبي منش. اما هذه دوله استعمرت دوله اخوي وسط 48 تعامل الدولة إسرائيل خلينا نكمل أول لا ترخبي دواء أنا عند الحق نتكلم شوي. إيه فلسطيني من وقت إيش موجودين غادي ما بقى بيشكل معه. شهمنا نحكيه على دولة إسرائيل قام دعمنا 48. روسيا أبو عرب عربان شهمنا. يمكن عربان سلعة زبالة. يا أخي دير ربك هو من معاي. إيه إسرائيل تستعمرهم نورمال يهود يجوا من دول العالم الكل يستعمرهم نورمال متاحهم البلاد متاع شكون؟ متاع اليهود اللي جاوا روس وألمان وفرنسيز اليهود لا عشكون لا والله يهود شنو منين جاوا؟ من العالم الكل اليهود واليهود الكل يجوا من العالم الكل عند الحق يجوا الفلسطين ويستعمروها شنو ترى؟ يهودي بلاد بلاد شكون؟ وقت تمن انت بالدين باش تمن هي بلاده يا ولدي انت وقت هي من محمد رسول الله وصلاح الدين الايوبي نتاع سكمك وقت جي نكمل شويه بركه ومن بعد قول انت اي نكمل اخر فيه خلينا نفرش تفضل قضيه فلسطين احنا بالرسمي كعرب يعني كنينا من الصغرى ماناش عربي نعم دين ربك ماناش عربي اللغه العربيه عرب نحن انا عربي شو مدخل سبي في العرب انا شي انت عربي على خير اسمه شي بيني يا زبي يمشي وليك وتحشيت لك او شو تعمل يا لا نشوف نكمل جملتي فاض القضية بالرسمي كانت حمل علينا على الاخر هو على القضية هو وقضية الاكراد ما تهمكش على الاخر وقضية شو اسمه الارمن اي والاكراد طبعا يا سيدي غير احنا خلينا من الارمن ولا قضيه الارمن وقضيه الاكراد قضيه الامازيغ اللي محتلين العرب ما تهمكش قضيه الامازيغ العرب قضيه الامازيغ باعونا بناتنا ربك باعونا بناتنا يا هذيك هو هذيك هي الحرب
واسرائيل بالضبط اللي عندها علاقه بينا ديريكت. هذه قضايا انسانيه من بلادك، قضايا انسانيه، هذه قضايا انسانيه. من قضايا انسانيه بنتي يا ودي، ما يصير غير من يكون شبيك، ما تفهمش ثاني بعرب انا متعدي ربك العرب بتاع صاحب بني هلال ليك لا مش صاحب بني هلال، محمد رسول الله هو اللي جيناك لك ربك جينا ديريكت اي شنو له تو ابن نافع بتاع زبي عاملين الحنايا ويقول لك برسا خلينا نكمل خلينا نكمل بركة جمله في حكايه القضيه الاخرى عندي ربك ورب الفرس فانا بريد ربك مش عارف خد من الناس تو بره بيتك كم 25 قضية نعرفوا بعضنا ونزبرهم نزبرهم من غير يدي ربي والله حتى شوف فلسطين ماهيش قضية تونسي ولا أكبر، الحكاية أكبر برشا، دولة عملت ياسر كبيرة تابعة المريخ. ترى مش خلينا نكملوا نيجيكم كمل جملة يا زبي برسمك عشخيز بكر لحبيك ترى باهي أوكي بايتك باش نعطي رأي في الحكاية الأخرى وبعد صحيح برا فلسطين برا الشهيد هذي ما هو شهيد بطبع جمي ما ينتميش ما عنده حتى علاقة، أما مش معناتها نبتدلوا القضية فرق ضد كلمة قضية فلسطين، ما لازمناش نبتدلوا حكاية فلسطين وإسرائيل اللي هي كدولة من اللي تخلقت لازمها تموت خطرة مبنية على الدين، وحتى دولة مبنية على الدين اللي فريش خلطوا الدين في بعضها، الدول العربية بتاع كل مبنية على الدين، حتى دولة ألمانيا مبنية على المسيحية الديمقراطية ما سيبا مش كيف مش خلي الزب ينكمل ولا نيجي كمبيوتر باه باه بس اللي ما ثم حتى دولة مبنية على الدين اللي المواطن العاقل حكي شوية يبني دولة على حكاية حاجات قومية أكيد ثم قوميات من ثم لغة ثم يعني ولد خالته وعرس ولد شنو، أما ثم حاجات أما تبنيش دولة على حاجة كي صغيرة على الآخر اللي هي الدين، خاطر الدين بالرسمي حاجة صغيرة، علاش الدين حاجة صغيرة؟ أو الدين ولا حاجة كبيرة على الآخر بالدنيا؟ أما الدين ماهوش لحمة خضر الدين يعني انت اليوم كادر غدوه من ما نجيش، واسرائيل تبنيت على الدين، دوله تبنيت على الدين بركه كان على الدين، وكانش ماهيش دوله وما خلطوش الشهيد. سامحني يا زرزور على اي معطيات تقول اللي اسرائيل مبنيه على الدين؟ اسرائيل مبنيه على الاختيار. لا سامحني خاطر فلسطين سامحني فلسطين بلاصتهم لازم يرجعوا لها. سامحني اي اما هي الحركه الصهيونيه هي حركه وطنيه للعرق اليهودي، يعني النظام اللي موجود في اسرائيل هو نظام علماني بابا ماهوش نظام ديني. لا مش صهيوني. اي شكون يحكم في اسرائيل؟ يعني يحكم في اسرائيل هل اليهود الارثوذكس اما يحكموا في اسرائيل الصهاينه؟ زوز الصهيونيه هل تعرف شو اليوم صحيح. اسرائيل دوله ديمقراطيه، ليش تحب تقول كلمه؟ لا علمانيه نقصد مش ديمقراطيه، مش نتكلم فيك على الديمقراطيه ولا لا علمانيه، اسرائيل اليوم علمانيه. أيه. اما الدوله اما الصهيونيه مش حركه علمانيه، اما الصهيونيه حركه علمانيه. يا عندك حق عندك حق. الصهيونية حركة علمانية يعني ميهمهمش فيك أنت يهودي كدين أو ملحد كدين أو مسيحي كدين ولا مسلم كدين، المهم الولاء لإسرائيل كدولة. إسرائيل دولة علمانية، أما الحركة الصهيونية أنا علمانية. حركة صهيونية أقرأ عن الحركة الصهيونية، أنت تعرف نعطيك كتاب تقرأ عليه على الحركة الصهيونية باش تفهم الحركة الصهيونية. سامحني أنت غلطة هوني تحكي على الحركة الصهيونية، هي تخلقت خصيصا ضد الفكر الديني التقليدي. زرزور ما عندكش فكرة على إسرائيل كيفاش يعيشوا، راهو عالم آخر، ميامي الشرق الأوسط. يا نقاميز ديني يا شراز والله في بيلي هم طيران يعني فما 1,400,000 مسلم يعيش غاديك ومتفرهد وش دارهم ملحدين واي وملحدين ومسيحيين في الكنيسه نتاعهم في البرلمان نتاعهم فما عرب عزمي بشاره طالع ما عندي الرب هم اللي قراوه
ما عندهمش يهمهمش في دينك اللي هم الولاء للوطن ما تعاو. اما رغم ذلك ما نجموش تنكروا اللي الدوله تبنيت عام 48 على اساس ديني. لا ننكر غلط. سامحني نفس مرحد اللي عمل دوله اسرائيل. سامحني يا زرزور. قبل دولة إسرائيل كانت فما دولة فلسطين؟ مش غاديك نحكي. ما كانتش فما دولة فلسطين، كانت الإمبراطورية العثمانية. اسمعني كانت الإمبراطورية العثمانية، ما كانش فما دول، فهمت؟ وعملوا اتفاق إنهم يقسموا بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، إنهم يقسموا الإرث التركي إلى عدة دول، وتم الاتفاق على انهم يعطيوا الدول هذه للعرب والمنطقه هذيك باتفاق مع السعوديه بيدها، فهمت؟ والملك بتاع السعوديه وقتها معناتها معروفه الاتفاقيه على ان تلك المنطقه هي تصبح دوله اسرائيل. يعني باتفاق وهما شراوا الاراضي. فما استعمار بتحكي. سامحني كانوا يهود يعيشوا غاديكا، صحيح جاوا يهود اخرين. الاستعمار هو بعد 67، اما قبل 67 ما كانش استعمار، هما استولوا على الاراضي اللي فيها اليهود، واليهود شراوا الاراضي بتاعهم، فهمت؟ ما نعرفش انا فين جايب التاريخ نتاعك، لكن سامحني. ايه شنو خلينا في الموضوع، انا مانيش موضوعنا اسرائيل. مش موضوعنا، موضوعنا زواري بركه كشهيد فلسطين جبد الشيراز قالت اللي شمني يا ربي. انت اعطينا رايك، انت شمك في الشيراز؟ في زواري؟ ايه زبي شم داخل دي ربه. يعني لا انت علاش جبدوا مساله الموساد قتلته؟ والموساد بصراحة شنو؟ الموساد بيجي تقتلوه. الموساد تدخل تونس، تدخل أي بلد ما ما عندها حدا مش قتلت قدام مرة في تونس. أنا هو ما يعني لي حتى شيء. ما قتلت مرة في تونس. يودي بار واحد إرهابي فلسطيني خذ هذه الربو فرقعته قتل سنين تسعينات يا ودي إرهابي فلسطيني خذ هذه الربو فرقعته وقعدنا نخلصوا في جرد الرب ومعبيدنا ماتت في جرد الرب. خارج جملة واحدة برضه. شوف زواري ما هو شهيد. طرق قال تاجر سلاح، أنا ما أعرفش بالضبط. من نجم شناقم. من نجم شناقم. أهم في تونس من نتلاقي بموضوعك ما هكية. هذا بالنسبة لي مش تونس، مش فيه. أنا بالنسبة لي ما هو شهيد لحد شيء. أما كل يوم نقولوا يعني فلسطين معش قضية تجعل. موضوعنا مش فلسطين، موضوعنا تونس. موضوعنا الراجل هذا يبيع وقوم كوعلي تسمى شهيد خضروا تاب على النهضة. وفيت لحكي غير موسيقى. المهم نختموا الفيديو هذه معناتها باش ناخذوا كلمة أخيرة، معناتها احنا طرحنا هذوما المواضيع فين ماشية تونس، معناتها شنو معناتها نجمو نعملو، معناتها احنا معناتها بصفة عامة اللي موجودين، معناتها انا نلاحظ اللي معناتها على الفيسبوك معناتها فما ياسر اشخاص يعني متفطنين للوضع اللي ماشيت له تونس، لكن مع الاسف لاحظنا ان كل الناس اللي هما متفطنين للسياسة التونسية واللي هما ماخذين موقف من السياسيين التونسيين سواء اللي في النهضة سواء اللي في اليمين سواء اللي في اليسار، قاعدين كما نقولوا احنا غير يتكلموا على الفيسبوك ويعبروا على آراهم، ولكن ما فماش عمل يجمعهم، ما فماش حاجة تدفعهم باش يكونوا كتلة ضد هذه الأحزاب أو ما يسمى رجال السياسة الغير وطنيين في تونس، واللي ما همش يخدموا في مصلحة تونس، واللي قاعدين يهزوا في تونس للهاوية للديون للمشاكل للإهمال لتدمير الإدارة لتدمير النظام لكل هذه الأمور. نبدأ بزرزور، أعطينا رأي. أعطينا رأي، شنو الحل زرزور؟ زرزور تقول لك يعني حاجة واحدة. أنت وزي فايتها، كمل لحظة. أخوي يحكي معايا من بعيد ويحب يقول إيش يقول. تونس مش هزوها اللي أنتم حبيت هزوها. اللي دحمة. خلينا مرة بركة نتحملوا مسؤوليتنا في التاريخ
وبالحق نجي وتوا نداء والنهضة وكل صح نداء والنهضة. يا رب حل طلب حل عطينا حل عطينا خاتمة باش نخدموا طول الفيديو ثورة واحدة أخرى ها؟ ثورة هكا ثورة واحدة أخرى تبارك الله عليك مهلك ثورة على سنين ثورة على سنين بحلول اللي صار سنين شكون وعلاش؟ علاش وكيفاش في سبيس شنو هي الحل هيك من الحل؟ ما احنا مقبلة نحكيو في المشاكل ما عندك شكاوى لا خليها ثورة ما نحكيها يعني انتم تعرفوا حزب اكيد تنجموا تمنوها على يعني اختار من حزب يا بنتي بالنسبه لي الواحد انا شبه شعبه بالنسبه لي شبه شبه شعبي ما عندها حتى حظوظ لا لا بالنسبه لي كما اشخاص بالرسمي وطنيين هي ما كانوش وصلوا كانوش وصلوا باش يعطيو كلمه صادقين بالنسبه لي معلي مصر بالنسبه لي الجبهه طارق طارق خذ رسول يشوف الحل في الجبهه الشعبيه مش الحل نشوفهم في ناس كما نتاع شو اسمه نتاع كيفك شو اسمه يا رب كل واحد مش مشكله وانت زرزور شوف اسمع فينا كريم ولا ها اسمع فينا كريم اسمع فيكم اي وزرزور شنو الحل شنو الحل يا استنى فيك الحل نتاع المشاكل الهم اللي عامل الاهمال واخطانا من رب فلسطين اعطينا حل الاهمال البلاد شبابة مش شمال الجنوب وكعبتين وكعبة نجمو نعيشو بيها ونجمو نجيبو توريس تاعنا تمنوا بها بصراحة بيان سور شنو اللي يجتمع ما غير نقد هكايا تنقدوا على الاخر تمنوا بها شنو يجمعنا هو كل وطن هذاك كل واحد يعيش في بلاصة في العالم تمنوا به تمنوا اعطينا اعطينا حل يا زهرة حل شنو يا اخي حل اقتراح اعطينا اقتراح توبيك باش نعطيك حل ما تعطينيش حل مثالي اعطيني اقتراح وزير يا شو كيفاش تحل تونس مش ودي بيه الى اين تونس هو الموضوع اي الى اين تونس تو حلينا المشاكل كل تو نحبوا اقتراح كنتي كمرات حركات نتاع الشارع من جديد غير نصور لحد شيء حركات كيما ينظفوا الشارع كيما يزينوا يصوروه كيما يخفقوا الداخليه حركات هكاك كيما يشطحوا يرقصوا يسيبوا بينهم هكاك الاعتراض الفني اعتراض نتاع فن اليوم يا اعتراض نتاع فن حقيقي بالموسيقى بالرسم بالصراخ يمشوا الشارع ينظفوا ينظفوا اوكي هذا اقتراح الزرزور كريم اقتراح الزرزور يعني ارقص واشطح باش تبدل البلاد لا 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 امسح نظف يعني كوبسي الاجواء كون انت كما نقول بوزيتيف بوزيتيف سما فاربيل بالفرنسي دخل الجوا دخل شنو فور بيلد معناها تصوير النموذج السما بالفرنسا اكزومبلير اكزومبلير كون اكزومبلير شوي اكزومبلير شوي ان اكزومبل معناها نبدا هذيك الحل وعيد هذيك اللي منانا في ثوره وهذيك اللي تشكل لبنان ان شاء الله الاحزاب السياسيه لا ما عادش الاحزاب السياسيه يوالي المواطن التونسي منه فيه يشطح يغني يعمل موسيقى ينظف يعلم المواطن الاخر كيفاش يحب المواطن الاخر لكن لحظه نتاع الحريه ونتاع الفرح شوف مثلا عندنا مشاكل نتاع تغذيه في تونس ها يا سي كريم عندنا مشاكل نتاع يعني كيلو طماطم ترى شنو هنا هنا مثلا ناس رافضين ما يعيشوا من الزبله تلوح فيها الناس امي راها ما كانت تعملها قبل تمشي مرشي حي زهور كي تمشي في الاخر كي لوحوا الناس الخضره تهزها فهمت واكلتنا وعيشتنا به هكا يعني العبد ينجم يعيش من الزبله يعني ثم حاجات المواطن ينجم يعملهم وحده سيرفيفر مش برك سيرفيفر خلنا في ما نحتاج السيستم باش نعيش لكن نموت مش بالرسم لا حكي المواطن يولي ما يستناش من الدولة باش تعطيه يعمل هو حاجة وعملوها في الثورة وانت تتخايب المواطنين الكل عندهم درجة الوعي باش يعمل حكاية يعني هذا ما تنجمش تعمله الا في اطار جهة معينة هي كل مسكينة لا تقرا لا تكتب وكان تجيب لنا هم كبار كما نتكلم فيك انا على شعب نتاع 12 مليون راهو معناتها باش تجي تقول له هذا ما صار الشعب هذاك صار منه برش انا حاسب رايي كريم الحال شكري بالعين يا اخي مليون مثقف هذاك اللي مشاو فيه صوره لحظه مش كم جملتين برك
يا اخي اللي مشاو فيه يعني ما عناش مليون مثقف هنا في تونس. تحكي على 12 مليون اكيد. على مليون مثقف في تونس. لما مشاوش هما كل. المواندر دي شو صح؟ ايه مشاوش كل يعني. على مليون مثقف. المظاهرات الحقيقية اللي جرت بتونس. مشاوش كل مثقفين. لا خرجوا مثقفين خمس وياي عن بعد اثرت النقابة وحكاية راه. النقابة هي اللي عملت الاتحاد هو اللي عمل الثورة السياسي عتيقة مش غادي مش أما الوعي متاع التونسي باش ما يلوحش زبلة باش ما يلوحش كيغط في الشارع باش ما ينقدش ويبدأ يستنى في المعونة من ربي باش تجيه باش هو يعمل بلاد وحده كما قال لك ترغم بك الإسيويين علاش ما عملناش شوية ثقافة تاع إسيويين خطرنا هذيك عن طريق برنامج الدوله برنامج توعوي نتاع الدوله مش هما الشعب يقوم وحده هكاك يعمل هذاك الشيء عملها الشعب في العالم عمل وحده وتونس الثوره كانت هكاك مش مشكل انا حسب رايي المواطن وحده لازم توا الدنيا كلها غاليه وكلها مزمره عليه وهو امن اللي ثم تطور فهل ينجم يعاود يخرج ويطور روحه بروحه يا باهي هذه وجهه نظرك وانت طارق الحل نتاعي راه تو سامبلومون نسيتني فيه الزرزور شفت صاير فيا راني انا مواجه بالدوله ومن مرتي معنا مش قحط الحل حسب رايي انا قريو الصغيرات قريهم دون كواليسونس تو ما عادش القرايه في المدرسه كريم وننشروا اكثر ما يمكن فيديوهات في الانترنت ونظموا وننشروا فيديوهاتنا توعيه وتنشر كلمتها وتفهم نسات وانسى شنية الحكايه وانت تفهم رجال وانا بطبيعتي معاك نفهم رجال ونساء ونحكيه بطريقه عقلانيه ونعطيه ديما الفكره الجديده طبعا ما عادش نحتاجوا مدرسة، المدرسة الله يرحمهم السومريين عملوها الأولادين. ربي ولادنا توا ونحن فاتنا الفوت، فاتنا الفراغ. أما الصغيرات اللي جايين جدد، أنا نعلم صغيرتي باش تحب الناس كل وباش تتسامح مع الناس الكل. تسامح مع أكثر فصيل مكروه في المجتمع العاهرات واللي تحب أنت. وتقبلهم انا كتبت هالقصة نحب بنتي صغرونة عندها قبول المجتمع وقبلته فهمت ونوصلوا لافكار جديدة ونقريوا جينيراسيون جديدة كما قال بورقيبة كي مشيت راني خليت شعب مثقف ماشي في باله مسكين يا اخي هم طلعونا دواعش اما كومر نحنا شو نواصلوا نوصلوا فكرة جديدة ونوصلوا لقراية جديدة ونوصلوا بالجيل الجديد لهذا الوطن متاعك اوكي تعادلت عليك حضارات تعادلت عليك ندرش نوع وكل مرة ندرش فكولك وكل مرة ندرش عملولك اما الصغيرات الجدد نفهموهم هذيك بلادك ما تعيش فيها كياغت ما تعيش فيها ندرش نوع فهمت وتحب الكياس متاعك وتنظف وفهمت الحكاية هذه بتيتا بتي كل روم التعليم نحيو علينا المقدس اسمه محمود المسعدي قرينا قعدنا نقرأه فيه كالتلام ذا متعلي تيرير اللي هو المقدس والكاتب الوحيد الفصوم اطلع حتى كاتب بعد والقرآن هو البيان معناها ما تنجمش تكتب شعر انت بعد القرآن ولا بش تكتب نص جميل يجيو يقولوا لك راك ما تكتبش اجمل من القران راك باش تدخل القران انت يقولوا لك زكي انا الاشياء هذيا نعمل مقدس جديد اللي هو الوطن اللي هو نحن نفهموا الديالكت نتاعنا من اقصى الشمال لاقصى الجنوب ونختلفوا مع بعضنا راك تشوف فيا انا حتى ما معناها حتى مع ماردي نختلف ونسيب ربها بالكلام القبيح التونسي نحب نعمل النموذج معناها للتونسي النورمال حتى ما تفهمش معاه ولا ما تفهمش معايا مش مشكلتي فهمتني معناها التونسي نقبلوا بعضنا مهما كانت اختلافات
يعني انت انت رايك معناتها ان ان نعملوا توعيه اكثر على الانترنت ونوزع هذاك السبور اللي عندنا كريم هذاك السبور اللي عندنا عندك سبور اخر انت تو باش تنشر كتاب وتهبطوا اترافار وزاره الثقافه وتهبطوا للتعليم في تونس كيف ليش العمليه فهمت يعني الخروج على النظام الرسمي وواحد يعتمد على انت كي تعمل فيديو وتقول فكره تقول فكره زرزور تعمل فيديو وتقول فكره انا نعمل فيديو وتقول فكره سوف تصل يوما ما وصلت افكار ابن رشد اللي حرقوا له كتبته من الف عام بتوصل افكارنا نحن تاو بالانترنت توصل افكار انا بوم عندي شاشه كيف كنت باش نوري وجهي واشياء واحد وحكايه أثرني أنا ما نعرفش توقت اللي توفى أمي الله يرحمها أنا أعملها فاس. شنو رأيك؟ الحل مش صعيب الحل طويل أكهو أما ما هوش صعيب. طويل بالضبط. الحل اللي التونسي والتونسية يخرجوا لسانتهم شوية على خاطر مش عليهم فمهم معبي بالدقيق. راو كان في الحس والبلا بلا على الفيسبوك وفدينا من المتفشلين على الفيسبوك وفدينا من حينا السواعد على الفيسبوك نحبكم تتكلموا توريوا وجوهكم نسمعوا صوتكم نوعيوا بعضنا نعرفوا حقوقنا وواجباتنا في بلادنا على خاطر بلادنا ناقصه برشا واجبات راهو وما عندنا حتى حقوق معناتها لازم نتناقشوا انترنت موجودة نسمع بعضنا نجيب مواضيع سوسيال مواضيع اقتصادية مش منجبش كنا نجيب شكون كان في واحد من التوانسة اختصاصه الاقتصاد يجي يحكي معنا واحد في التوانسة اختصاصه معناتها بيئة يجي يحكي معنا التوريزم حاشتنا بشكون يقوم لنا بالتوريزم بلدنا حلوة بلدنا روعة 1300 كيلومتر سكات بلدنا ما فهميش كيفها أيار ما فهميش في الشتاء تخدم بلدك على الصحراء وبعد عندك بروغرام سان سيلفستر في بعد الشتاء عندك التروازيام والكاترياماج يجيو يعديو فاكونس الربيع جربة والجنوب خدامين الصيف 1300 كيلومتر كات معبية وين هم التوريست؟ علاش ما عادش يجيونا ناس؟ وين النظافة؟ وين العفافة؟ لازم التوريزم يخدم عام كامل في البلاد ينقص البطالة شبيك راه التوريزم يخدم حتى شوفير التاكسي راهو شوفير التاكسي يخدم عون البلدية يخدم الوتلة تخدم الوتيل فيه السيرفر فيه المدير فيه المقتصد فيه الفام دو شامبر المطار يخدم معناتها ينحيلك درجة البطالة مش نورمال التونسي يتعلم ان يفاتكو ميتي الخدم الكل راهي عادية راهو انا نعيش في فرنسا انا خدمت نحدد الحوايج عملت الميناج عملت الرباساج فرقت لي بروسبكتوس بالساعة مش بيه ساكدو على ظهري ساعتي خالصة نمشي خالص بروسبكتوس يا بروبليم علاش في بلادنا نحشو باش نخدمو الخدمات هذوما علاش كيفاش تجمع الزيتون انت نهارك بخمسين دينار شبيه علاش مجمعش الزيتون في بلادك؟ علاش هكاك الزيتون اللي يتلوح؟ علاش ما نتلهاوش ببلادنا؟ شبيه واحد يحشم يقول لك انا ما نخدمش بناي، شبيه البناي؟ شبيه ممكن تجيو لهنا تخدموا بنايه، تخدموا تبدلوا في كابلوات الكوران، تعملوا كل شيء. بلادنا زادت تنجم تولي راهو كيف كيف كيما الاوروب، المهم المخ يتحل، العقليه الخامجه نتاع الراقصه الخامجه اللي محتلتنا، يلزمها تتنحى. نحن أمازيغ شعب حر شعب يحب الطبيعة شعب يحب الحياة أوني دي بون فيفون التو ما فماش أكثر واحد جويس قد التونسي ما فماش نحن عندنا جونا سبيسيال معك التونسي اللي حس عليه توا ولا يحب يولي مشرقي مش يحب يولي يودي حتى في الكوجينة يتفرجوا في فتافيت النساء نتاعنا انت عباك مفتفتة يعني تتفرج في فتافيت شبيك تتعلم طيب مدفونة بيا ولا هردمة ولا ملوخيه واقفه على زيتها كي تعرف بامبالوني وفريكاسي وعندنا يا ولدي الكتاب نتاعنا تعمل كتاب نتاع طبخ في تونس راك تعمل 2000 باج تمشي لي الفتافيت يعني تحبوا تلبسوا كيما الناس الاخرين البسوا لبستنا شبيه سيري شبيه سيري مش حلوه
نحبه أنا السبسيري، عندي أنا السبسيري ارطل أحرير إيش بيه نحبه. علاش الحمام توا ولا مسخ اللي كنا كل جمعة نمشيو للحمام ولا الحمام بيت الشيطان؟ علاش بيه الحال الشيطان بالكيسة متاعه غادية؟ يشنو الروايق هذية؟ خليونا نمشيو للحمام، خلينا نمشيو للحجامة، خلونا نلبسوا الفوطة والبلوزة والخيالي. بدينا مع البس المسخة المعفنة، هما كلهم روسهم مغطيت لي بالشوالق وحاشية روحها في جبة وهيك مش عليها عجلة ميشلان. هذي سي با بوسيبل. عندنا برشا حلول يا كريم، أما المدة طويلة. الحل اللي الناس الكل لازم تتكلم، الناس الكل تثبت هويتها، تعرف حقوقها وواجباتها. انترنت اللي يحب يتكلم مرحبا به، اللي ماجور اي فاكسيني يجي يحكي معانا، يجي يعطي رايه، يجي يقول شنو اللي مش عاجبه، كي نحبوا البلاد تتبدل. فوالا كنت جو معك الحب نقول. باهي انا توا نختم هذه الفيديو، وشكرا لحضوركم جميعا، ومع فيديو قادم وبالسلامه.